بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مقالات الجهات الأربعة من صفحة أحاديث آخر الزمان. الجهات الأربعة في أحاديث آخر الزمان: اليمن والشام والمغرب والمشرق. ستة: المغرب الأدنى، السودان. أقرب بلد يقع إلى الغرب من مكة والحجاز هو ما يسمى حاليا بالسودان، وكان يسمى في العهد القديم والتوراة باسم كوش. الصحابة الأوائل عندما فروا من اضطهاد قريش وجدوا الحماية في المغرب الأدنى التي كانت في زمنهم تسمى الحبشة. لكن كلمة السودان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بها معنى آخر غير المعنى الذي نفهمه الآن. السودان كاسم لم يعتمد لهذا البلد العربي الإفريقي إلا في العهد العثماني، ثم صار يسمى في عهد الاستعمار الأوروبي بالسودان الإنجليزي، بينما تشاد كان اسمها السودان الفرنسي. لكن قبل ذلك كانت كلمة السودان تطلق على الشعوب ذات البشرة السوداء بشكل عام، والتي تسكن الأراضي الممتدة جنوب الصحراء الكبرى من الضفة الغربية للبحر الأحمر حتى المحيط الأطلسي، أي جميع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى والممتدة من جمهورية السودان وإريتريا وأثيوبيا شرقا، ومرورا بتشاد والنيجر ومالي، ووصولا إلى السنغال وغينيا غربا. فلم تكن كلمة السودان تعني في ذلك الوقت البقعة الجغرافية للسودان الحالي بحدوده الراهنة. لذلك كان الحبش من شعوب السودان، والنوبة من السودان، والبجة من السودان، وكذلك الزنجو والدينكا. وذكر ابن خلدون في كتابه العبر والمبتدأ والخبر بأن النجاشي هو من أمة الدمام التي هي أعظم أمم السودان الواقعة مساكنها على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر مقابل بلاد اليمن، أي إريتريا حاليا أو إريتريا حاليا. رغم أن الحبشة أصلا هي قبائل سامية عبرت البحر الأحمر من الجزيرة العربية واختلطت مع السودان وبنت حضارة أكسوم التاريخية، ومعنى كلمة حباشة التي أوردها ياقوت الحموي في معجم البلدان: الحباشة هي الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. وفي لغة التيجري الحبشية يقال عن الشاة التي فيها خليط من الشعر أبيض وأسود، حبشايط. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. ويقال أن لقمان من النوبة، أي السودان حاليا أيضا، والنجاشي هو من الساحل الحبشي إريتريا حاليا، وبلال هو من الهضبة الحبشية إثيوبيا حاليا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم كلهم تحت لفظ السودان. لكن ما هي الدولة التي تمثل الحبشة التي هاجر إليها الصحابة في عالم اليوم؟ الصحابة هاجروا إلى الحبشة التي كانت عاصمتها مدينة أكسوم، التي تقع الآن في أقصى شمال الهضبة الأثيوبية قرب الحدود السودانية الشرقية من جهة كسلا، وأيضا قريبة جدا من الحدود الإريترية حوالي 25 كيلومتر فقط عن الحدود. ومملكة أكسوم في ذلك الوقت كانت تضم إضافة للهضبة الأثيوبية كامل دولة إريتريا الحالية، وكذلك شرق السودان وسواحله على البحر الأحمر. وأكسوم هي العاصمة الفيدرالية للحبشة في ذلك الوقت، إذا صح التعبير، لأن الحبشة في ذلك الوقت كانت ممالك تحكم بحكم ذاتي، ويحكم كل إقليم منها حاكم محلي يلقب بالنجاشي ويوافق عليه البطارقة، وكان تابعا للنجاشي الأكبر في أكسوم. لكن إلى أي إقليم مما كان يسمى سابقا بالحبشة هاجر الصحابة الأوائل؟ وأين تقع تلك الأراضي التي أقيمت فيها الصلاة وصامت رمضان حتى قبل مكة المكرمة؟ هل هي أثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية
والتي تبنى بدعم إسرائيلي وغربي أكبر والتي تبني بدعم إسرائيلي وغربي أكبر السدود على نهر النيل كي تبتز مصر والسودان بشريا بشريان حياتهما كي تبتز مصر والسودان بشريان حياتهما، أم هي إريتريا التي رغم أن المسلمين فيها يشكلون 56% من مجموع سكانها، ورغم أن اللغة العربية هي إحدى لغاتها الرسمية، إلا أنها رفضت الانضمام للجامعة العربية، ويحكمها حاليا دكتاتور مسيحي متطرف ذو علاقة وثيقة بإسرائيل؟ أم أن الأراضي الحبشية التي هاجر إليها الصحابة هي في السودان التي تنهشه سكاكين التقسيم والهرج؟ ما نعرفه عن تلك الأراضي هو ثلاث معطيات لا خلاف عليها من الجميع. المعطى الأول الأراضي الحبشية التي لجأ إليها الصحابة كانت مطلقا على الساحل الغربي للبحر الأحمر. المعطى الثاني القرى التي أقام بها الصحابة الأوائل وعملوا بالتجارة والزراعة فيها كانت قريبة من الساحل ولم ينتقلوا إلى المناطق الداخلية ذات الطبيعة الجبلية العالية، لأنهم في السنة 14 للبعثة جرفت التيارات البحرية سفينة كانت قادمة من اليمن تحمل أبو موسى الأشعري و54 مسلم يماني آخر كانوا متوجهين من اليمن إلى المدينة المنورة لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأمواج جرفت سفينتهم إلى الساحل الأفريقي للبحر الأحمر فرست في ميناء، وهناك التقى أبو موسى الأشعري بجعفر ابن أبي طالب الذي كان يعرفه من قبل في مكة، فطلب منه البقاء بالحبشة حتى يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة ولقاء أبو موسى الأشعري بجعفر بن أبي طالب يعني أن المهاجرين ظلوا طوال تلك الفترة قريبين من ساحل البحر ولم ينتقلوا إلى المناطق الداخلية ذات الطبيعة الجبلية. المعطى الثالث هو أن سكان المنطقة التي أقام بها الصحابة كانوا على احتكاك كبير من العرب ويفهمون العربية إلى حد ما، لأن محادثات الصحابة مع النجاشي وأتباعه كانت كلها باللغة العربية، وقد قرأ رئيس وفد المهاجرين جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي سورة مريم وغيرها، فبكى حتى خضلت لحيته ولم يحتاج إلى ترجمة، كما أن الرسائل التي بعثها النبي إلى النجاشي وكذلك الكتب التي كتبها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها بالعربية ولم يحتاج إلى مترجم فعلى أي من هذه البلدان الثلاثة أثيوبيا، إريتريا، السودان تنطبق هذه المعطيات اليوم؟ أثيوبيا الحالية هي بلاد جبلية معزولة ولا سواحل لها على البحر الأحمر إطلاقا، وكانت في ذلك الوقت ذات احتكاك لغوي ضئيل مع العرب. إذن الأراضي التي هاجر إليها وأقام فيها الصحابة الأوائل بكل التأكيد كانت لا تقع في أثيوبيا الحالية. إذن بقي لدينا بلدين فقط، إما السودان أو إريتريا. في البداية يجب أن نذكر أن الهجرة إلى الحبشة كانت على فوجين. الفوج الأول يتكون من 10 رجال وخمس نسوة برئاسة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضم كذلك عبد الله بن مسعود وأم سلمة وغيرهم. خرج الفوج الأول مع بعضه من مكة سرا في شهر رجب من السنة الخامسة للبعثة النبوية، ووصلوا لميناء الشعيبة جدة حاليا، فحاولت قريش اللحاق بهم، إلا أن سفينتين للتجار تصادف أن كانتا على وشك الإبحار إلى الحبشة، فركب المسلمون السفينة بعد أن دفع كل واحد منهم نصف دينار، وأشرعت السفينة ووصلوا إلى البر بعد أيام، وقد قاموا باستطلاع المكان، لكنهم عادوا جميعا بعد أشهر قليلة، لأنه تسربت
إشاعة بينهم حملتها السفن القادمة من مكة أن قريش آمنت بمحمد وتوقفت عن اضطهاد المسلمين، فعاد هذا الفوج سريعا إلى مكة في شهر شوال من نفس السنة ليكتشفوا أن ما سمعوه كان مجرد إشاعة، فتم التجهيز لفوج ثان أكثر لأن اضطهاد قريش ازداد أكثر. الفوج الثاني كان فيه حوالي 103 مهاجر بما فيهم الأطفال، وكان برئاسة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، لأن عثمان بقي في مكة بعد وفاة زوجته رقية بنت رسول الله، وبقي كذلك بعض من كان في الفوج الأول، وضم الفوج الثاني الزبير بن العوام. وأما حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان وزوجها عبيد الله بن أبي ابن جحش وغيرهم. كتب السيرة لا تذكر لنا بشكل مؤكد الميناء الحبشي الذي رست فيه السفن التي نقلت المهاجرين الأوائل في الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، ولكن هناك احتمالين فقط لتحديد هذا الميناء اليوم بناء على المعطيات الجغرافية الحالية والوثائق التاريخية التي بين أيدينا. واحد، الاحتمال الأول هو ميناء مصوع، هو ميناء مصوع اسمه كده مصوع، وهو ميناء الحبشة الرئيسي في ذلك الوقت، وهذا الميناء يقع حاليا في دولة إريتريا، وكان يسمى في عهد رسول الله ميناء باضع. وسبب ترجيح هذا الاحتمال هو أن قريش اعتادت التجارة مع الحبشة عبر هذا الميناء بشكل أساسي، ولذلك كان أهل باضع مصوع يجيدون اللغة العربية منذ ذلك الوقت. لكن هذا الميناء يبعد عن ميناء الشعيبة، ميناء جدة القديمة، بحوالي 660 كيلومتر، أي أنه بعيد نوعا ما. الاحتمال الثاني هو ميناء سواكن، والذي يقع حاليا في السودان، وهذا هو أقرب ميناء على الطرف الثاني للبحر الأحمر، ويبعد فقط 330 كيلومتر عن جدة. وكانت سواكن في هذا الوقت أيضا جزء من مملكة أكسومة أو الحبشة، وهي أقدم الموانئ على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، ويسكن فيها قبائل البجة التي كانت نصرانية، وتجمعها مصاهرات قديمة مع قبائل عربية يمنية، ولذلك كانوا يجيدون اللغة العربية منذ ذلك الوقت. ومما يعزز هذا الرأي أن نصف دينار لكل راكب في الرحلة الأولى هو مبلغ زهيد، وهذا يعني أن الرحلة لم تكن طويلة، وهذا ما تذكره كتب السيرة أيضا. فقد وصلوا بعد بضعة أيام، كما أن الصحابة كانوا في حالة فرار وقريش كانت تطاردهم، لذلك على الأرجح لن يسكنوا في المكان الذي اعتاد تجار قريش النزول فيه في إريتريا، وإنما في أقرب مكان لمكة، وبنفس الوقت لا يخطر على بال قريش، وليس لها نفوذ قوي فيه أو علاقات وطيدة مع أهله. وهذا الشيء لا يحققه إلا ميناء سواكن في السودان. لذلك على الأرجح والله أعلم، الفوج الأول من المهاجرين الأوائل للحمشة الذي كان برئاسة عثمان بن عفان نزلوا في سواكن في السودان الحالي، وليس في باضع أو مصوع في إريتريا الحالية. وبالمناسبة، أكثر شعب يسمي أولاده باسم عثمان هو الشعب السوداني. لفتة جميلة منك أيها الكاتب المبارك. أما في الهجرة الثانية، والتي كان عدد المهاجرين فيها أكبر، فقد توجهت إلى ميناء مصوع الإريترية أو باضع، واستقروا في إريتريا، لأنهم في هذه المرة كانوا قد أخذوا الأمان من النجاشي، ولم يكونوا في حالة فرار، وقد بقي الفوج الثاني من الصحابة في الحبشة مدة 12 سنة، أي حتى السنة 7 للهجرة. وفي السنة 6 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمري إلى نجاشي الحبشة بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام. كتب النجاشي كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم،
إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي: سلام عليك يا نبي الله ورحمته وبركاته الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله مما ذكرت من أمر عيسى، فورب الناس والأرض فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت، وأنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وقد قربنا ابن عمك جعفر جعفرا وأصحابه وقد قربنا ابن عمك جعفر وأصحابه، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وأرسل مع الكتاب البيعة مجموعة من الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت المراسلات بين النبي عليه الصلاة والسلام والنجاشي إلى الدرجة أن النجاشي كان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في عقد قرانه على أم حبيبة بنت أبي سفيان التي مات زوجها الأول عبيد الله بن جحش، والذي اعتنق النصرانية قبل موته بفترة قصيرة، فتولى النجاشي العقد من النبي صلى الله عليه وسلم ومهرها من عنده بمبلغ 400 دينار، ثم جهزها من عنده وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة إلى المدينة في عام 7 من الهجرة. وفي السنة 7 للهجرة أيضا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي كتابا آخرا يطلب منه رد بقية الصحابة إلى المدينة، فكتب النجاشي رسالة جوابية أرسلها مع ابنه أريحة وأرسل أو أريحة وأرسل معه من كان عنده من مهاجر الصحابة رضي الله عنهم، بالإضافة إلى 60 رجلا من الحبش وهذا من الحبشة، وهذا نص الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا الله الذي هداني إلى الإسلام، أما بعد، فقد أرسلت إليك يا رسول الله من كان عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي، وها أنا قد أرسلت إليك ابني أريحة في 60 رجلا من أهل الحبشة، وإن شئت أنا آتيك بنفسي. فعلت يا رسول الله وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله حق، والسلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته. وقد تصادفت الفرحة بعودة جميع المهاجرين من مكة إلى الحبشة مع 60 مسلما من أهل الحبشة وأريحة ابن النجاشي، وكذلك وفد اليمانيين من قوم أبي موسى الأشعري، مع فرحة المسلمين بفتح خيبر، فقد وصلوا جميعا بعد فتح خيبر مباشرة. هذا كان دور السودان وإريتريا في الأولين، فما دور السودان في الآخرين؟ جاء في حديث رواه الإمام أحمد ورواه الحافظ ابن كثير وابن عساكر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال عمر: يا رسول الله، ثلة من الأولين وقليل منا. قال: فأمسك آخر السورة
ثم نزل فأمسك آخر الصلاة ثم نزل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ألا وإن من آدم إلي ثلة وأمتي ثلة، ألا وإن من آدم إلي ثلة وأمتي ثلة، ولن نستكمل ثلثنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السودان هو أول بلد في العالم في أعداد رؤوس الإبل، وأكبر سهول ومراعي للإبل في العالم توجد في إقليم كردفان في السودان. هذا الحديث يشير إلى أن الوقت الذي ستحدث فيه الاستعانة بالسودان في آخر الزمان ستكون الواقعة قد أوشكت أن تقع، وأنه ليس لوقعتها كاذبة. وهذا يعني أن عندما يستيقظ السودان من غفوته ستقترب كثيرا الواقعة الخافضة الرافعة التي ستخفض أمم ظالمة متجبرة وترفع أمة كانت مستضعفة. وهذا يعني أيضا أن اكتمال سلته صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في آخر الزمان، وأن أهل السودان سيقومون بنصر الإسلام في آخر الزمان. فما نوع العون الذي سيقدمه السودان في آخر الزمان للمسلمين والإسلام؟ سؤال: هل هو عون على المستوى العسكري والجهادي، سيقدم لجيوش المهدي التي تفتح الأمصار وتوحدها، أم هو عون على المستوى الدعوي، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من آدم إلي ثلة وأمتي ثلة، ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان. وهذا يعني أن السودان سيكون مركز لنشر الدعوة للإسلام في دول الجوار حتى يزيد عدد الثلة الأخيرة من المسلمين. أم هو عون غذائي، باعتبار أن السودان دائما يوصف بأنه سلة غذاء العرب، والرسول في هذا الحديث وصفهم برعاة الإبل، أي أن الأمر يوحي أن نوع العون قد يتعلق أيضا بالأمن الغذائي والاقتصادي، أو هو دور مكرر لما قام به السودان مع الثلة الأولى من الصحابة الذين قدم لهم الحماية من الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له. فهل سيكون السودان موئلا للمستضعفين من المسلمين في آخر الزمان، والذي سيعود فيه الإسلام غريبا، وسيكون القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ وللحديث بقية. المقال السابع من الجهات الأربعة في أحاديث آخر الزمان: اليمن والشام والمغرب والمشرق. المقال السابع بعنوان: المغرب الأقصى ثبات الصوف. يقول الكاتب: عن نافع ابن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبين رسول الله كي لا يغتالونه. ثم قلت: لعله نجي، يعني بيتكلم معهم مثلا في حديث سر، لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، فحفظت منه أربع كلمات:
أعدهن في يدي. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. اثنان، ثم فارس فيفتحها الله. ثلاثة، ثم تغزون الروم فيفتحها الله. أربعة، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال نافع، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. هذه الفتوحات الأربع المذكورة في هذا الحديث والتي حفظها الصحابي نافع بن عتبة وصار يعددها على أصابع يده حسب تسلسل ذكره النبي لهم من فتح جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم الدجال، هي فتوحات سيقوم بها المهدي في آخر الزمان كما جاء ذلك في أحاديث أخرى متفرقة. فتحت قيادته سيعاد فتح جزيرة العرب وفارس ورومية في الزمن الذي يعود فيه الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، ونعود كمسلمين من حيث بدأنا. والمهدي طبعا سيشهد مع المسيح ابن مريم في آخر الزمان فتح الدجال. لذلك الرأي الأكثر قبولا عند عامة العلماء هو أن هذه الفتوحات الأربعة المتسلسلة المذكورة في هذا الحديث هي فتوحات مستقبلية ستحدث عندما تعود الخلافة على منهاج النبوة، وأن الذين سيقومون بهذه الفتوحات هم المجاهدون الذين سيحاربون تحت راية المهدي. لكن هناك فريق آخر من العلماء يرى أن هذه الفتوحات هي فتوحات ممتدة عبر عمر الأمة، وليست خاصة بزمن معين. أو محصورة بزمن المهدي فقط. وهذا الفريق يرى أننا بالفعل شهدنا إعادة فتح جزيرة العرب في عهد أبي بكر الصديق خلال حروب الردة، وفتح فارس في زمن الفاروق، وفتح الروم في زمن السلطان العثماني محمد الفاتح، ويبقى فتح الدجال وهو الوحيد الذي لم يتحقق وينتظر المهدي وعودة عيسى ابن مريم. وحجتهم في ذلك هو أن التاريخ أثبت تسلسل وقوع الفتوحات الثلاثة الأولى بنفس الترتيب الذي ذكره الرسول هنا، وأن تلك الفتوحات التي عددها الحديث مفصولة بحرف العطف ثم، والذي يفيد التراخي بالزمن، أي أن هناك حقبة زمنية تفصل بين فتح وآخر. لكن هذا الرأي هو رأي أقلية، وفصل الفتوحات بحرف العطف ثم لا يمنع أن الفتوحات يمكن أن تكون في آخر الزمان عندما تعود الخلافة على منهاج النبوة، وأن يكون بينها سنوات أو حتى أشهر، كما أن رأيهم هذا يتناقض مع الأحداث الأخرى التي ذكرت فتوحات المهدي في آخر الزمان وفتح جزيرة العرب والنصر على بعث كلب وفتح فارس وفتح القسطنطينية بعد الملحمة والذي سيكون فيه 70,000 من بني إسحاق أو المسلمون من أهل الغرب الأوروبي، وأيضا فتح رومية أو روما قبل أن يخرج الدجال من غضبة يغضبها. والسبب في عدم فهم هذا الحديث على حقيقته من قبل أصحاب هذا الرأي هو أنهم يذكرون هذا الحديث بعد حدث قصته، ورغم أن قصة هذا الحديث هي كلمة السر، فالسياق التاريخي الذي روي فيه والمكان الذي قيل فيه والأشخاص المغاربة الذين وجه لهم هذا الحديث هي المفاتيح لفهمه على حقيقته. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر،
فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر رجالا كانوا قادمين من قبل المغرب بهذه الفتوحات، ولم يبشروا غيرهم من الصحابة، فلم يتكرر هذا الحديث مرة أخرى بهذا الشكل الذي يتضمن تسلسلا زمنيا للأحداث مع غيرهم من الناس. فالحديث كان موجه لقوم من المغرب، وهذا يدل على خصوصية هؤلاء القوم بالبشرى والفتح. فما قصة هذا الحديث؟ ومن هم هؤلاء القوم القادمون من قبل المغرب؟ الصحابي نافع بن عتبة كان مع رسول الله في غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة هي آخر غزوة غزاها النبي في حياته بعد فتح مكة في السنة 9 للهجرة، وسميت بغزوة العسرة لأن المسلمين لاقوا فيها الشدة وعسر الحال، حيث تمت في صيف شديد الحرارة وكانت المسافة بعيدة، فتبوك تقع في أقصى الشمال الغربي للجزيرة العربية من جهة خليج العقبة على تخوم الشام أو تخوم الروم في ذلك الوقت. وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الغزوة رغم أنه قد بلغ عمره 62 سنة، واستخلف ابن عمه واستخلف ابن عمه علي بن أبي طالب على المدينة واستخلف ابن عمه علي بن أبي طالب على المدينة. وسبب الغزوة هو أن الروم بعد فتح مكة ومبايعة قبائل الجزيرة للنبي ودخول الناس في دين الله أفواجا قرروا إنهاء القوة الإسلامية الصاعدة، فحشد هرقل 40,000 من الجنود الروم مع حلفائهم من القبائل العربية النصرانية، بس طبعا في روايات أخرى بتقول إن هم كانوا 100,000 من الروم و100,000 من نصارى العرب، يعني 200,000، وعسكروا في البلقاء في جنوب الشام والقريبة من تبوك. واستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عسرة أن يحشد 30,000 من المسلمين ومن القبائل العربية حديثة العهد بالإسلام، وانتهت المعركة بلا صدام أو قتال لأن الجيش الروماني تشتت وفر من المواجهة. أخبار هذا النصر حطمت الهيبة العسكرية للروم في شمال الجزيرة العربية والشام، فتخلى حلفاء الروم عنهم وتحالفوا مع العرب المسلمين القوة الصاعدة الجديدة، فحققت هذه الغزوة انتصارا للمسلمين بالرغم من عدم الاشتباك مع الروم، وخضعت على أثر ذلك القبائل العربية النصرانية في شمال الجزيرة وجنوب بلاد الشام، والتي كانت تدين بالولاء للروم كدومة الجندل وإيلات العقبة مدينة العقبة حاليا. وكتب رسول الله بينهم وبينها وبينه وبينهم وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينها أي العقبة إيلات كتابا يحدد ما لهم وما عليهم وطريقة دفع الجزية. وبينما كان المسلمون يستعدون للعودة للمدينة رأى الصحابة نافع بن عتبة من بعيد رأى الصحابي نافع بن عتبة من بعيد أناسا قادمين من قبل المغرب ذوي ملامح غريبة عن سكان الجزيرة ويرتدون ملابس الصوف في وقت الصيف، ثم وافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند أكمة كان يجلس في ظلها، وصاروا يتحدثون إليه وهم قيام والرسول لا يزال قاعدا، فشك الصحابي اليقظ فيهم لغرابة أشكالهم عليه ولزيهم، وحدثته نفسه أن يأتيهم خوفا على رسول الله أن يتم اغتياله من قبلهم، وخاصة أن غزوة تبوك كانت قد وضعت أوزارها للتو. وعندما اقترب منهم سمع النبي يبشر هؤلاء الأغراب القادمين من المغرب، معنى الأغراب هنا يعني المغاربة، بفتح جزيرة العرب، مما يؤكد أنهم لم يكونوا من جزيرة العرب، لأنهم لو كانوا كذلك فليس من المنطقي أن يبشرهم بغزو جزيرتهم وفتحها، وخاصة أن الفتح تم للتو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بشرهم بفتح فارس، ثم بفتح الروم، ثم بفتح الدجال، في إشارة إلى حدوث كل تلك البشريات.
في زمان واحد، وأنهم سيكون لهم دور كبير وأساسي في تلك الفتوحات. لكن السؤال المهم هو: من هم أولئك القوم؟ ومن أين أتوا؟ والسؤال الأهم هو: لماذا جاءوا إلى تبوك في ذلك الوقت؟ كما سبق وقلت، هم بكل تأكيد ليسوا عربا، لأنهم لو كانوا من الجزيرة العربية لما أنكرهم الصحابي من سحنتهم، ولا من زيهم الذي يلبسونه، ولما بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغزو جزيرة العرب. فمن هم إذن هؤلاء القادمون من قبل المغرب؟ لتفسير ما المقصود بالمغرب في هذا الحديث، ذهب المفسرون في عدة اتجاهات مختلفة، وللأسف كان الدافع للتفسير هو اتباع الهوى الإقليمي وادعاء الاصطفاء الإلهي بشد اللحاف جهة بلادهم. لذلك قد ضل معظمهم عن رؤية الصورة بسبب اتباع الهوى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الفريق الأول يقول: إنهم أهل الشام ولديهم 3 مبررات لزعمهم هذا. أولا: الشام تقع على تخوم المكان الذي صار فيه الحدث تبوك. ثانيا: عدم ذكر الشام من ضمن الفتوحات، وبالتالي الفتوحات ستنطلق منها، ولا سيما أن هناك أحاديث أخرى كثيرة تؤكد أن فتوحات الشام أن فتوحات المهدي ستنطلق من الشام، أي قريبة جدا من المكان الذي يبشر به هؤلاء القوم بالفتوحات. ثالثا: كان يطلق أحيانا وبصورة مجازية عند بعض أهل المدينة صفة أهل الغرب على أهل الشام، رغم أن الشام لا تقع إلى الغرب من المدينة، لكن ربما مبرر إطلاق هذه الصفة على أهل الشام أحيانا لاختلاطهم بالروم الغربيين، والله أعلم. لا، بس في تبرير آخر، هم أن العرب كانوا يقفون بوجههم ناحية المشرق ويعتبرونه هو الشمال، ثم عن يمينهم يكون المشرق والشرق، وعن شمالهم يكون الغرب. فالشام بالنسبة لأهل المدينة تعتبر الغرب لأنها في الشمال، واليمن تعتبر في الشرق لأنها في على الجانب الأيمن، وهم يقفون وجههم لناحية الشرق. هذه بعض التفكير المهم. فهل هؤلاء القوم هم حقا أهل الشام؟ أنا أقول لا، لا يمكن أن يكون هؤلاء المغاربة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسلسلة الفتوحات هم أهل الشام. ورغم أني من الشام، لكن الحق أولى أن يتبع، فهذا الرأي لا يستقيم لأربعة أسباب جوهرية. أولا: كما يعرف الجميع أن الشام تقع إلى الشمال من الحجاز، وإلى الشمال الشرقي من تبوك، المكان الذي دارت فيه أحداث هذا الحادث. وإذا مددت خطا طوليا مبتدأ بتبوك والخط يصعد نحو الشمال، تجد أن 90% من أراضي الشامية تقع إلى الشرق من هذا الخط. فلو كانوا من أهل الشام كانوا سيأتون من جهة الشمال أو الشمال الشرقي، والصحابي قال إنهم كانوا قادمين من قبل المغرب. ثانيا: غزوة تبوك كانت في الصيف، وأهل الشام لا يلبسون الصوف في الصيف. ثالثا: سحنة أهل الشام ليست غريبة على أهل الجزيرة العربية، وأهل الشام ليسوا مجهولي الهوية، فلو كانوا من الشام لذكر الصحابي ذلك تصريحا. رابعا: عودة الخلافة على منهاج النبوة من الشام، وانطلاق الفتوحات من أرضها لا يعني أن من سيقوم بتلك الفتوحات هم الشاميين بشكل رئيسي.
فالخلافة كما ستعلمون ستكون عالمية، وسيكون فسطاط المسلمين فيها، وستعج بالمجاهدين من شتى أصقاع الأرض. واليوم يوجد مجاهدين كثر في الشام، ولا سيما من المغرب العربي وخصوصا تونس ومراكش، كما أنه في سيرة الشام دمشق فتلتقي الرايات الصفر القادمة من المغرب مع الرايات السود القادمة من المشرق. قبل أن يبايع المهدي بفترة لا بأس بها من الزمن، فضلا على أنه ستكون هجرة بعد هجرة، وخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم وخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. فبالإضافة إلى أن بيعة المهدي ستحدث بعد هلكة العرب، فالمهدي لا يظهر حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث. والأحاديث المتواترة ذكرت أن جل الباقين من العرب في ذلك الوقت سيكونون في الشام في أكبر عملية استبدال منذ أن خلق الله الأرض. هناك فريق آخر يقول إن هؤلاء القوم هم أهل السودان، وحجتهم بذلك أن السودان تقع إلى الغرب من مكة والمدينة، وأن شحنتهم الإفريقية الغربية الغريبة هي التي جعلت الصحابية يرتاب منهم في البداية. لكن هذا الرأي أيضا لا يستقيم لأربعة أسباب. أولا، لأن الحدث وقع في تبوك وليس في مكة، والسودان لا يقع إلى الغرب من تبوك. ثانيا، السودان والحبشة لا يلبسون الصفلة صيفا ولا شتاء. ثالثا، شحنة السودان والحبشة ليست غريبة على أهل الجزيرة، لأنهم معتادين عليهم منذ قديم الأزل ومتداخلين معهم ديمغرافيا. رابعا، لماذا يأتي السودان إلى شمال الجزيرة العربية ويقطعون كل هذه المسافة في ذلك الصيف اللاهب؟ هناك فريق ثالث يقول أنهم من أقباط مصر، جاءوا مبايعين بعد أن سمعوا بهزيمة الروم المدوية، وحجتهم في ذلك هي أن مصر هي أقرب بلد يقع إلى الغرب من تبوك، ولأن النبي لم يذكر مصر من ضمن الأقاليم التي ستفتح، ولأنه جاء في حديث صحيح رواه الطبراني وحاكم والحاكم في المستدرك عن عمر عن عمرو بن الحمق قال عن عمر عن عمرو ان الحمق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي. فقال عمر من ابن عمرو بن الحمق: فلذلك قدمت عليكم مصر. فقد فسر هذا الصحابي الجند الغربي في ذلك الوقت بأرض مصر. لكن هذا الرأي لا يستقيم أيضا. أولا، لأن فحمة أهل مصر ليست غريبة على الصحابة، ولكون اسم مصر معروف ومتداول، وكان بسهولة يستطيع أن يقول الصحابي صراحة: قوم مصر أو من القبط. ثانيا، أهل مصر لا يرتدون ثياب الصوف أيضا، وملابسهم من الكتان والقطن. إذن لم يبق إلا المغرب الأقصى، وهذا هو الاحتمال الأرجح لمن يتبع النظرة البانورامية الشاملة في دراسة الأحاديث النبوية. لكن لماذا هم أهل المغرب؟ حسبنا في ذلك الوقت الذي حدثت فيه غزوة تبوك كانت الشام هي كما هي وهو معلوم تحت حكم الرومي الأرثوذكس، وعاصمتهم الفلسطينية وآسف وعاصمتهم القسطنطينية. وكان العراق تحت الهيمنة الفارسية المجوسية، فيما كانت السودان تحت النفوذ الحبشي ومن أتباع الكنيسة المشرقية الياعقدة بين قوسين يعني. لكن ماذا عن المغرب العربي؟ المغرب الكبير في ذلك الوقت قبل الفتوحات الإسلامية كان يقطنه خليط متداخل من الأعراق من أحفاد الفينيقيين العرب الذين أتوا من الساحل الشامي والقبائل البربرية القادمة من الصحراء ومن جهات مختلفة أخرى، وبالإضافة إلى الرومان وشعوب البحر المتوسط الذين كانوا يشكلون الطبقة الحاكمة في ذلك الوقت.
فقد كان المغرب ومعظم حوض المتوسط الغربي تحت حكم الرومان الكاثوليك في روما، فقد كان المغرب ومعظم حوض نعم، وبالإضافة إلى الكاثوليك كانت توجد في المغرب كذلك طائفة الأريسيون التي لا تؤمن بألوهية المسيح عيسى ابن مريم، وتقول أنه مخلوق خاضع للآب الأزلي الذي في السماء، وقاد هذه الحركة التوحيدية التي رفضت التثليث كاهن ليبي من البربري اسمه أريوس، مش كده اسمهم أريوسيين، أريوس عاش في القرن الرابع الميلادي. نشر هذا الكاهن المغاربي أفكاره التوحيدية المعارضة لقرار مجمع نيقية المسكون للأساقفة الذي صوت على ألوهية المسيح في عام 325، يعني في القرن الرابع، في عهد الإمبراطور قسطنطين. وقرر المجمع أن يسوع المسيح هو إله وهو ابن الله الوحيد، وأن الأب والابن والروح القدس متساوون في الجوهر وفي طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، وأن يسوع مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر. ورغم أن أسقفان من الأساقفة الذين حضروا مجمع نيقية رفضوا الاعتراف والتوقيع عليه على قانون الإيمان الذي صاغه هذا المجمع، لكنه لا يزال الدستور المقدس في مختلف الكنائس حتى اليوم. وأدان ذلك المجمع الحركة الأريوسية رسميا، فبيان المجمع يقول: أما أولئك الذين يقولون كان هناك وقت فيه الكلمة لم يكن، وقبل أن يولد لم يكن، أولئك الكنيسة الجامعة تحرمهم. لذلك تعرض أتباع أريوس الموحدون الذين أطلق عليهم اسم الأريسيين إلى اضطهاد كبير من قبل الكنيسة الكاثوليكية في روما، التي اعتبرت هذه التعليم هرطقة وقامت بإحراقهم بصورة وحشية. وكذلك كان موقف الكنيسة القبطية في مصر الأرثوذكسية في القسطنطينية، وهناك بعض الباحثين ذهب إلى أن هؤلاء القوم الذين رآهم الصحابة قادمين من المغرب والذين تحدث عنهم الذين تحدث معهم الرسول تحت أكمة في تبوك من بقايا الطائفة الأريوسية الأريسيين، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل كتابه إلى هرقل كتب فيه: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، وإلا فإن عليك اسم الأريسيين. وقد يكون هؤلاء الأريسيين المغاربة كانوا في رحلة حج إلى الأرض المقدسة، وعندما سمعوا بحشد الروم صد النبي العربي على تخوم الشام القريبة قرروا المجيء إليه. وما يعزز هذا الرأي أن أهل المغرب منذ القدم يلبسون ثيابا مصنوعة من الصوف صيفا وشتاء، ويطلق عليها حاليا اسم الجلابية أو الجلابة. وبالإضافة إلى الزي الغريب الذي لم يعهده الصحابة من قبل نظرا لبعد المسافة عن الجزيرة العربية، هناك أيضا السحنة المختلفة لهؤلاء القوم بسبب اختلاطهم بالرومان. إذن كلمة المغرب في هذا الحديث تعني المغرب، ولا تعني الشام ولا مصر أو السودان. فهذا الحديث يتعلق بآخر الزمان، ومعنى كلمة السودان المغرب، ومعنى كلمة المغرب في هذا الحديث هو نفس المعنى الذي تدل عليه كلمة المغرب في آخر الزمان. هل هذا يعني أن جيش المهدي سيكون قوامه الرئيسية من المغاربة؟ وهل سيقوم المجاهدون من أهل المغرب بغزو جزيرة العرب وفارس والروم والدجال؟ وهل المهدي مغاربي؟ وهل يوجد أحاديث أخرى عن المغرب في آخر الزمان تكمل لنا الصورة؟ الجواب هو نعم، لكن للحديث بقية. نور، شكرا يا أستاذ نور.
هناك تعليقات أود أن أقرأها. يقول أحدهم: الصوف لباس أساسي لسكان المغرب الكبير أو شمال إفريقيا صيفا وشتاء، وحركة التصوف التي خرجت من عن مسارها هي أصيلة المغرب الأقصى نسبة للباس الصوف. إفريقيا تونس الآن كانت الأصعب في جميع فتوحات المسلمين، دام حروب الفتح فيها 23 سنة ثم دخولها إلا بالسلم وانتحار الكهنة يعني وبزوغ نجم طارق بن زياد. لذلك هم قوم أشداء عنيدين. اللافت للانتباه، وما عجزت عنه أكبر أجهزة الإرهاب عن فهمه وتحليله، هو ما سر تدفق آلاف المغاربة إلى الشام رغم البعد الجغرافي والعرقي والثقافي، ورغم اعتبار تلك الدول الأكثر انفتاحا وهامشا للحرية ونسبة سكان ضعيفة، ورغم اعتبار تلك الدول نعم ونسبة سكان ضعيفة، الآلاف من أصول المغاربة في أوروبا توجهوا للشام. في تونس فقط ما تم منعه من الذهاب لسوريا 12,000 شاب بإحصائية الداخلية التونسية، وما يقارب من 18,000 مراقبين وأبدوا نيتهم إن أتيحت الفرصة، دون ذكر الجزائر والمغرب. نتمنى أن تسرع في بقية الحديث أخي، وجزاك الله خيرا رد الكاتب المحترم. أتفق مع ما قلت أخي باستثناء عبارة البعد الجغرافي والعرقي والثقافي، فصحيح أن المغرب بعيد نسبيا من الناحية الجغرافية، لكنه قريب جدا ثقافيا وعرقيا 1300 سنة في ظل الخلافة الإسلامية بدون حدود. شهدت أراضي المشرق والمغرب هجرات متتالية، إلا كلا الجهتين اندمجت العائلات وانصهرت. حتى ما قبل الإسلام كانت هناك الهجرات الفينيقية العربية من الساحل الشامي إلى طرابلس الغرب وقرطاج وطنجة إلى آخره، وفي عهد صلاح الدين كان هناك ألوية مغاربية تحارب تحت رايته وحررت القدس، ولهم حتى الآن حي في القدس يسمى حي المغاربة. وفي زمن الاحتلال الفرنسي البغيض للمغرب الكبير، اختار الأمير عبد القادر الجزائري دمشق كي تكون منفاه، وهاجر معه إلى دمشق عشرات الآلاف من حاشيته، ومن المجاهدين الذين حاربوا الفرنسية تحت رايته واندمجوا في المجتمع الشامي. وكان الأمير عبد القادر من أعيان دمشق ومقرب كثيرا من والي دمشق العثماني. عشرات الآلاف من الجزائريين استوطنوا دمشق في ذلك الوقت الذي كان فيه عدد سكان دمشق يقل عن 100,000 ربما، وهذا يعني أن المغاربة كانوا يشكلون قرابة ثلث سكان دمشق. في حينها هناك مئات العائلات الشامية التي تعود بأصلها للمغرب، حتى أن الوزير الأول رئيس الحكومة للمملكة السورية الهاشمية عام 1918 في عهد الملك فيصل بن الشريف حسين كان ابن الأمير عبد القادر الجزائري الشيخ محي الدين بن عربي الأندلسي، ولد في المغرب ومدفون في دمشق. وهناك حي شهير باسمه لا تزال حتى في هذا اليوم تسري في عروقنا جميعا مشارقة ومغاربة نفس الدماء، ويؤلف بين قلوبنا نفس العقيدة، حبل الله الذي إن اعتصمنا به ولم نتفرق نسود العالم بأسره، وسنسوده بإذن الله وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. بسم الله ما شاء الله على كلامك، بسم الله ما شاء الله. يقول أحد الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، مقال رائع بعنوان أحاديث آخر الزمان، كيف نفهم النبي في آخر الزمان؟
المقالة الأولى من أصل 7 مقالات. 1. سامحنا يا رسول الله، لن تقوم الساعة حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها على مراتبها، ثم على أثر ذلك القبض. هذه العبارة الخطيرة والهامة جدا والتي تمسنا الآن بشكل مباشر جاءت في نهاية الخطبة، خطبة طويلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعرض فيها الملاحم والفتن في آخر الزمان والأحداث العظام التي ستسبق قيام الساعة. تلك الخطبة موجودة في مسند الإمام أحمد وفي غيره أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يكون ذلك لك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسائلون بينكم هل كان نبيكم لكم منها ذكرى. الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يريد أنه في آخر الزمان سوف ترى يتعاظم شأنها في أنفسكم تسائلون بينكم هل كان نبيكم أخبركم عن شيء منها أو ذكر لكم شيء يطمئنكم أو يدلكم على الطريق الصحيح. ونحن الآن نرى أهوالا وأمورا عظاما تجعلنا نلوذ بأحاديث آخر الزمان وننقب في أقوال الرسول ونتساءل فيما بيننا إن كان نبينا شيئا يعطينا بصنور في هذه الظلمة. نعم يا رسول الله نحن كذلك، نحن الآن في حيرة وتخبط ودائما ما نتساءل إن كان نبينا قد ذكر لنا شيئا عن المجاهدين أصحاب الراية السود، هل هم أو خوارج ضالين كما يقول عنهم مجلس الأمن ووسائل الإعلام ومفتي السلطان، أم هم يدعون للحق. نحن دوما نتساءل عن حكام الأنظمة الجبرية هل هم ولاة أمر الذين لا يجوز الخروج عليهم ما لم يؤخروا الصلاة ويبدو منهم كفر بواح، أم هم أولئك الأمراء الظلمة الذين يتكادمون على السلطة تكادم الحمير، والذين أمرنا نبينا بالجهاد ضدهم وحذرنا من إعانتهم على ظلمهم كي لا يتبرأ منا يوم القيامة. هل ما يحدث الآن في أرض العرب هو ربيع ثوري أم هو مؤامرة؟ نحن دوما نتساءل إن كان نبينا قد ذكر لنا شيئا عن زوال أمريكا أو إسرائيل وعن زمن عودة الخلافة، ونقرأ ما قد يصل إلى أيدينا من تلك الأحداث وننقب فيها كمن يبحث عن كنز ثمين. لكن مشكلتنا أننا لم نعد نفهم نبينا، أننا لم نعد نفهم نبينا، نحن حتى لا نفهم عمق وبلاغة اللغة العربية التي تكلم بها الرسول الأعظم الذي أوتي جوامع الكلم. نقرأ بعض الأحاديث المكذوبة الموضوعة والمصاغة بطريقة ذكيكة تفوح منها رائحة أيدي المحرفين، ورغم ذلك لا نميز بينها وبين الأحاديث الصحيحة المصاغة بأسلوب النبي الجذل البليغ المعهود عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أعضاء تذوقنا اللغوية أصابها التلف والضمور، فوسائل إعلامنا منحطة وخبيثة تغسل أدمغتنا ليل نهار بلهو الحديث وسفيه الكلام، ومناهجنا المدرسية ونظم تعليمنا متخلفة. أما جامعاتنا العربية فهي مصابة بعقد الخواجة وتدرس نفايات العلوم بلغة المستعمرين. كل هذه العوائق جعلتنا نقطع روابطنا الثقافية مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية في الإعلام العربي الذي صب قوالبه موارنة لبنان يتكلم بها شبابنا فقط في معرض السخرية والاستهزاء. هذا هو حال لغة القرآن في عصرنا. It is not cool تحكي عربي man. It is not cool تحكي عربي man. ده كلمة بالإنجليزية على الشباب السيس المتريع على اللغة العربية. لكن هناك حاجز آخر غير اللغة يجعلنا لا نفي هذا الزمان،
وهو مفتي السلطان، هذا الذي يلوي عنق أحاديث نبينا ويلون الألوان التي ترضي ذوق الحاكم الجبري. مفتي السلطان وخطباء المنابر الذين يفرغون الأحاديث النبوية من مضمونها ويقدمونها بطريقة مشوهة هم أكبر وسيلة تشويش على البث القادم من الآية النبوية. وهناك أيضا كسلنا وتقاعسنا بل وخيانتنا لديننا. الكثير ممن ينتمون إلى أمة محمد يجادلون ماذا سيفيدنا معرفة أحاديث آخر الزمان، هل المعرفة المسبقة للحديث أو هل المسبقة للحدث التي أخبرت عنه الأحاديث ستمنع وقوعه، هل المعرفة المسبقة الذي أخبرت عنه الأحاديث ستمنع وقوعه؟ أجبهم يا رسول الله، أخذ الجيل الأخير من أبناء أمتك فسر لهم السبب الذي جعلك تتكلف العناء لإخبارهم عن تلك الأحاديث والعلامات. هل كان لتسلية الجيل الأول من الصحابة بأخبار المستقبل وملاحمه وفتنه؟ أم هي فقط مجرد دليل على صدق نبوتك للجيل الأخير من أمتك؟ ما أشد وقاحتهم؟ هل نحتاج بعد أكثر من 1400 عام إلى دليل كي يثبت لنا اليوم أنت الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى؟ أليست 1400 عام صدقت فيها بكل حرف قلته هي فترة كافية كي لا يتسلل إلى قلوبنا أدنى شك بأنك المصطفى؟ ماذا نريد أكثر من ذلك؟ هل كبني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ لماذا أخبرتنا بكل التفاصيل الدقيقة؟ لماذا وصفت لنا ملاحم المهدية وشكل أنفه الأقنى وجبهته وديكورات المكان الذي سيبايع فيه؟ حتى قطرة العرق التي جبهة المسيح ابن مريم وصفتها لنا ولون ثوبه وهو ينزل عند المنارة البيضاء، أخبرتنا عن دور السماء التي تحلق فوق حلب بعد الملحمة، وعن أشجار الزيتون التي سيعلق من سيفتحون القسطنطينية أسلحتهم على أغصانها. لماذا كل هذه الدقة المدهشة؟ أنت تعلم أن جيل أصحابك والأجيال التي تليهم لن يشهدوا هذه الأحداث. لمن إذن كل هذا الوصف الدقيق والمعلومات الغزيرة؟ هل هي لجيلنا الذي لم يعد يكترث بتراثك ولا يبالي به؟ للأسف نعم، إنها لآخر الزمان الذي ينبغي له أن يقطف ثمرة هذه الأحاديث النبوية. إنها لنا نحن. هل كنت تفكر في يا سيدي ويا حبيبي وجميع جامعاتنا وحكوماتنا الجبرية هي مراكز ومراكز بحوثنا ووسائل كلها طوال القرن الماضي لم تكن تبالي بتراثك ولا تأبه له وها نحن الآن يتفاقم الأمر أكثر في السنوات القادمة وستكون كلماتك هي طوق النجاة الوحيد لنا، ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ سامحنا يا رسول الله، السنة النبوية التي يعها غبار الإهمال اليوم تضم مئات الأحاديث المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تق بعصرنا الراهن، ونبينا الرؤوف الرحيم بنا كان حريصا على أن يكشف لنا أسرار عصرنا هذا تحديدا، لأننا الآن في العصر المخادع الذي يختلف فيه الظاهر عن الباطن اختلافا كبيرا. في هذا العصر ما سلا أنه الجنة والنعيم سيكون في حقيقته النار والجحيم، وما سيبدو لك نار هو في الحقيقة جنة زين، لأنه الزمان الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وفيه زعيم القوم أرذلهم ويرأس القبيلة فاسقها وتعلو فيه التحوت. لا يوجد على هذه الأرض كلها الآن من يستطيع أن يفسر لنا حقيقة هذا العالم المتناقض الغامض غير رجل واحد فقط، وهو الرجل وهذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. لن تنقل لنا قناة العربية أو فوكس نيوز
صورة حقيقية لما يحدث في هذا العالم، ولا أي شبكة إخبارية أخرى ستفعل. أولئك الذين يعرفون أحاديث آخر الزمان ويفهمون اللغة الرمزية المليئة تلك الأحاديث، ويستطيعون أن يسقطوا الرموز الموجودة فيها على الواقع المعاصر، وحدهم يستطيعون أن يعلى هدى دون أن تبلبل أفكارهم أجندات المحطات التلفزيونية المختلفة أو يغسل أدمغة نظام مخابراتي شمولي. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وضع بين أيدينا كنزا من الأحاديث، وتم توارث هذا الكنز جيلا وراء جيل حتى وصل إلى جيلنا هذا، والجيل الذي يعاصر آخر الزمان، وهو الجيل الوحيد المعني بقد ثمرة. إن دراسة معمقة لأحاديث آخر الزمان ليس ترفا ثقافيا لمن أراد أن يتسلى في أوقات فراغه، إنه أكبر من مسألة ربح أو خسارة، إنه أكبر من قضية حياة أو موت، إنه قضية جنة أبدية أو نار أبدية، إنه نكون أو لا نكون. فلا يوجد شيء أهم الآن تعطيه زبدة وقتك أكثر من دراسة أحاديث آخر الزمان، مستعينا بالعلم أولا وبالمنهجية الصحيحة للدراسة ثم بالبصيرة. فائدة ثانية من معرفة الأحاديث التي تتعلق بآخر الزمان، وهي الثبات عندما تعصف رياح الفتن، سيزداد إيمانك وتصديقك لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أخبر به قبل 1400 سنة تجده يتحقق الآن أمامك، وهذا سيعطيك مناعة إضافية ضد الفتن. يقول حبيبي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: هذه فتن قد أضلت كجباه البقر، يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك، إلا من كان يعرفها قبل ذلك. وهناك فوائد أخرى لا تحصى سوف تكتشفونها في سلسلة تباعا. هناك حالتان اثنتان يصاب بهما الإنسان بالعمى أو عدم القدرة على الرؤية. الحالة الأولى في الظلام الدامس، عندما لا يوجد هناك أي بصيص من نور، والحالة الثانية هي في المبهر، عندما يكون الضوء ساطعا جدا في كل مكان ويخطف الأبصار. وكثير من الناس اليوم لا يرون علامات آخر الزمان لأن النور ساطع جدا. لكن هناك حالة ثالثة أيضا، وهي ما هو السيد المسيح عليه السلام: لا يوجد هناك من هم أشد عمى من أولئك الذين لا يريدون أن يبصروا. كيف نفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقال الثاني بعنوان المقال الثاني من سلسلة كيف نفهم النبي في آخر الزمان بعنوان 4 اتجاهات مختلفة. من يقرأ أحاديث آخر الزمان النبوية بشكل سطحي ومتعجل ومجتزئ سيلاحظ بدون شك أنها تبدو للوهلة الأولى كمليئة بالتناقضات، وفيها بعض الأمور الغامضة التي تنافي العقل. كمثال على ذلك ما جاء في أخبار فتنة الدجال مثلا، وجنته وناره، أو حمار الدجال الذي يسير بسرعة الريح وعرض ما بين أذنيه أكثر من 40 ذراعا، أو طريقة موت الدجال حيث يذوب كما يذوب الملح في الماء، أو يأجوج ومأجوج الذين سيشربون مياه بحيرة طبرية ويرمون سهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، أو الملحمة الكبرى على كنز نهر الفرات التي تبلغ نسبة ضحاياها 99% في بعض الروايات، أو 7 من 9 في روايات أخرى، رغم أن المشاركين فيها يعرفون ذلك مسبقا، وكل واحد يقول لعلي أنا الذي سأنجو. وكذلك أحاديث الرايات السود القادمة من المشرق والمتناقضة مع بعضها ظاهريا، هل هي رايات هدى أم رايات شر؟ هل نأتيها ولو حبوا على الثلج، أو نلزم الأرض فلا نحرك أيدينا ولا أرجلنا؟ من أجل ذلك انقسم علماء أهل السنة والجماعة المعاصرون والباحثون إلى 3 مدارس، أو 3 اتجاهات فكرية، أو 3
فرق في مقاربة أحاديث آخر الزمان وتفسير الأمور الغريبة فيها. الاتجاه الأول أو الفريق الأول حكم العقل لوحده في هذه الأحاديث المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوها كلها جملة وتفصيلا حتى لو جاء ذكرها في الصحيحين بحجة أنها عقلة ومليئة بالتناقضات، فرفضوا أن المسيح عيسى بن مريم سيعود في آخر الزمان إلى دمشق، وقالوا إنه وانتهت رسالته ولن يعود، فالقرآن يقول: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ورفضوا كذلك وجود شخص اسمه دي، ورفضوا وجود المسيح الدجال وفتنته لأنهما غير مذكورين بالقرآن بشكل صريح، وكذلك كل ما يتعلق بملاحم آخر الزمان، هم يزعمون أنهم يعتمدون القرآن وحده، ففيه تبيان كل شيء، ومن أبرز هؤلاء من العلماء الأقدمين ابن خلدون، ومن المعاصرين محمد إقبال، وهناك شخص ظهر مؤخرا اسمه عدنان إبراهيم، التحق بهذا الاتجاه، ولديه أتباع في صفوف الشباب اليافع. عدنان إبراهيم الذي يعمل في قنوات الوليد ابن طلال التلفزيونية يرفض برعونة وجود الدجال والمهدي وعودة المسيح ابن مريم، ويزعم أن مئات الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن هذه الشخصيات هي من نبوءات النصارى التي تسللت إلى الفكر الإسلامي مع الزمن، ويقول إن عيسى مات ورفعه الله إليه ولن يعود، وهو يلتزم المذكورين في القرآن. هذا الفريق المتعلق بالدنيا رفض كل شلق بعلم آخر الزمان، ورغم قناع الاجتهاد الظاهري وإعمال الفكر في التراث النبوي، إلا أنهم على درجة كبيرة من قلة الأدب. يبدون كأنهم مجتهدون بلا شك، ويعملون العمل في الوحي وأخبار الغيب والملاحم والفتن، لكن اجتهادهم أوصلهم إلى الوقاحة التي ترتدي ثوب العلم. هم يبدون كأنهم مجتهدون بلا شك ويعملون العقل في الوحي وأخبار الغيب والملاحم والفتن، لكن اجتهادهم أوصلهم إلى الوقاحة التي ترتدي ثوب العلم، فعندما لا تحترم قدسية النص النبوي وتنسف بمنتهى الرعونة أحاديث آخر الزمان لمجرد أن عقلك لا يفهمها أو لا تصل إلى إدراكك، وعندما تقتلع هذا التراث النبوي المتوارث جيلا وراء جيل من جذوره وتنكر الأحاديث الصريحة المحفوظة في أمهات الكتب والتي روعي في جمعها أدق معايير الأمانة الأخلاقية والعلمية والتقوى، لمجرد أن بعض الشوائب تسربت إليها تكون كالرجل الذي هدم بيته ودكه دكا كي يقتل صرصورا تسلل إليه. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: إذا لم يكن الشيء موجودا في إدراكك أنت، فهذا لا يعني أنه غير موجود في الإدراك. بمعنى آخر، إذا كنت يا عدنان إبراهيم تعجز عن فهم هذه الأحاديث ولا تقدر قيمة هذا الكنز العظيم، فغيرك يستطيع أن يفهمها ويفسرها ويقدرها حق قدرها. وإذا كنت لا تستطيع أن تفهم النبي فيما يتعلق بآخر الزمان، فهناك غيرك يفهمه، ولا يحق لك أن تلغي علما لأنه يتعارض مع قناعتك العقلية الحالية. فموسى عليه السلام لم يفهم لماذا خرق سفينة المساكين الذين يعملون في البحر، لأنه فوق كل ذي علم عليم. الاتجاه أو الفريق لأحاديث آخر الزمان، فهل التزموا بالنص الحرفي للأحاديث النبوية وآمنوا بنزاهة جميع الأحاديث الصحيحة المتعلقة بآخر الزمان، وفسروا ما استطاعوا فهمه منها تفسيرا حرفيا، وسكتوا عن الأمور الأخرى التي لم يفهمها،
وكثير من علماء السلف الأخضر كانوا من هذه المدرسة الفكرية في فهم الأحاديث أحاديث آخر الزمان. وهناك أيضا كثير من المعاصرين الذين غمار أحاديث آخر الزمان من شيوخ المدرسة السلفية كالعريفي، محمد حسان، عمر عبد الكافي، علي سلة الحصر، وجميعهم لم يجتهدوا على الإطلاق في تأويل هذه الأحاديث، واكتفوا بنقل المعنى الظاهري الحرفي لما فهموه، وكانوا وسيلة نقل أمينة فقط، وسكتوا عن الأمور الغامضة التي لم يفهموها. وحجتهم بذلك أن الأيام القادمة كفيلة بكشف المعنى المقصود من الأمور الآن، وكأنهم يحتذون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يفسر من 1000 آية كونية تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن، فلو فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بمعطيات عصره وبلغة بسيطة يستطيع جيل الصحابة أن يفهمها لما أعطاها حقها الإعجازي، وأيضا سينكر عليه جيلنا المتقدم هذا التفسير المبسط. ولو فسرها على حقيقتها العلمية الإعجازية لأنكر عليه أصحابه ولما فهموها بسبب المعطيات العلمية في عصرهم، لذلك تركها للزمن ودون تفسير. وكلما تقدم العلم يكشف لنا جانب الإعجاز العلمي في تلك الآيات القرآنية. هذه هي حجتهم، ولكنهم ينسون أو ناسون أننا صرنا في آخر الزمان فعلا، وظهرت جميع العلامات وأزف الأمر، فإلى متى المماطلة؟ وإلى متى تبقى الأمور الغامضة في تلك الأحاديث بدون تفسير مقنع؟ أصحاب هذا الاتجاه الفكري لا يزورون إلى ياجوج وماجوج في عصر جوجل إيرث والأقمار الصناعية على أنهم شعوب بدائية من البشر كثيرة العدد، ما تزال محبوسة حتى الآن خلف ردم ما موجود في مكان ما على سطح الأرض، وأنهم ينتظرون نزول عيسى من السماء حتى يخرجوا ويشربوا مياه بحيرة طبرية. والمسيح الدجال بالنسبة لهم هو شخص فقط من لحم ودم عنده قدرات خارقة، وليس فكرة رمزية أو أيديولوجية للنظام عالمي جديد. هم لا يرون فيه سوى رجل يهودي أعور سينتحل شخصية المسيح الحقيقي ثم يدعي الألوهية، وعنده مهارات هائلة في الخداع وتزييف الحقائق. وسيحكم الدجال الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم كما جاء في الحديث الصحيح. ويفسرون هذا الحديث حرفيا، أي بالنسبة لليوم كسنة هو فعليا يوم كسنة، أي سوف تتباطأ فيه حركة الأرض حول نفسها بحيث تتم دورتها حول نفسها مرة واحدة خلال مدة زمنية 365 يوم بدل من 24 ساعة. وبالنسبة لليوم الذي كشهر حسب رأيهم سوف تتم الأرض دورة واحدة حول نفسها خلال شهر من أيامنا الحالية، وكذلك الحال بالنسبة لليوم كالجمعة، اليوم الذي كالجمعة، أي أنه يفسر بمعناه الظاهري، وهذا هو منهجهم في بقية الأمور التي يفسرونها بمعناها الحرفية وبدلالتها اللغوية فقط. أصحاب هذا الفريق الثاني يحترمون قدسية النص، لذلك فهم تلاميذ مؤدبون لكن لا. أما أصحاب الفريق الأول ليسوا كثالى، لكنهم مشاغبون إلى درجة الوقاحة والتربية. الاتجاه أو الفريق الثالث، وهم أصحاب الخيال الجاوي اليهودية، وهذا الفريق بدأ ينتشر مؤخرا مع تقدم معطيات العلم وتتابع ظهور العلامات الصغرى للساعة. يزعمون أن مواضيع وشخصيات آخر الزمان فيها رمزية كبيرة، وأن هذه الأحاديث مليئة بالإشارات غير المباشرة وباللغة الرمزية والشيفرات التي تحتاج إلى فك وتفسير، ومن أبرز هؤلاء عمران حسين. فالمسيح الدجال على سبيل المثال بالنسبة لعمران حسين هو النظام الإمبريالي العالمي، وهو يحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن أيام حكم الدجال في الأرض، يفسرها على أن الدجال في اليوم الذي كسن كانت بريطانيا العظمى هي مقر حكمه، وفي الأرض وفي اليوم الذي كشهر كانت أمريكا مقر حكمه، الذي كأسبوع والذي سيبدأ قريبا حسب رأيه ستكون إسرائيل هي مقر حكمه، أي أنه في هذه الأيام هو كناية عن رمزية أو أيديولوجية.
ثم سيتجسد في آخر الزمان كرجل من البشر ويدخل بعد بعدنا الزمني، فينصية المسيح عيسى ابن مريم لمدة 37 يوم كأيامنا الحالية، وفيها ستكون فتنته العظيمة. هناك اجتهاد واضح في تفسير هذه الأحاديث وإسقاطها على الواقع المعاصر، وهذا ما يجعلها تبدو كأنها منطقية وتقدم إجابات تحترم العقل وتحترم النص أيضا، تشكك بقدسية النص النبوي وترفضه جملة وتفصيلا كما يفعل أصحاب الفريق الأول المشاغب، كما أنها لا تلتزم بظاهرية للكلمات والحروف وإن كانت منافية للمنطق والعقل وللوقائع، كما يحدث مع الفريق الثاني الكسول، يحاول أن يوافق بين النص المقدس وبين العقل. وكلمة السر في ذلك هو أن هذه الأحاديث مليئة بالرموز تتطلب من علماء آخر الزمان فك تشفيرها، وهو ما يقوم به. لكن من مخاطر هذا الأسلوب أن أصحاب هذا الفريق يتطرفون كثيرا بالرمزية، أو يشطحون أحيانا في خيالهم في التأويل للرموز التي تحويها الأحاديث، فيحملون النص أكثر مما يحمل، كما أنهم في موضوع الدجال خاصة ينحون أكثر باتجاه أن الدجال هو فكرة رمزية، نظام أيديولوجي، وليس شخص من لحم ودم. من بين عشرات المحاضرات التي ألقاها عمران حسين عن الدجال، لم أسمعه يوما يتطرق لتفسير الأحاديث المتعلقة بابن صياد التي تفصح بوضوح أن الدجال أيضا شخص، كما أنه لا توجد آلية واحدة تضبط التأويل للرموز بين أتباع هذا الاتجاه أنفسهم. فعمران حسين لأنه رمز الطائرة، بينما غيره قد يفسره بشيء آخر كالأطباق الطائرة. حسين يقول عن ياجوج وماجوج أنهم قد خرجوا من زمان وهم العرق القوقازي الأبيض، وأمريكا والمعسكر الغربي، وماجوج هي روسيا والمعسكر الشرقي. فيما يفسر عالم أن ياجوج وماجوج هم العرق الأصفر الآسيوي كثير العدد في الصين وشرق آسيا. وهناك ثالث يفسر بأي ياجوج وماجوج بأنهم عرق خليط بزعامة اليهود الخزر القوقازيين، والذين انتشروا في كل بلاد العالم ويسيطرون على مراكز صنع القرار، وفرضوا عولمة ثقافية واقتصادية ضمهم المفسدة في الأرض، واندمجت فيه كل أعراق الأرض. فالعملية إذا أشبه بتفسير كل شخص قد يفسر الحلم بشكل مختلف. أما طريقة القراءة والدراسة التي يحاول العبد الفقير أن يقوم بها فهي مختلفة نوعا ما. الطريقة والمنهجية التي في بدايتها والتي أتبعها في التحليل توصلت لها بفضل الله بعد اطلاعي على عشرات الكتب والمحاضرات القطب لكل واحد من المدارس الثلاث السابقة، وهي الطريقة التي أحترم فيها قدسية النص كما هو الحال مع الفريق الثاني، وأعمل العقل فيه وأحلله، وأرفض أي تأويل يناقض القرآن كما الفريق الأول، وأؤمن بوجود لغة رمزية في تلك الأحاديث أو رسائل مشفرة عابرة للأجيال كما الفريق الثالث. لكني أحاول أن أفك تلك الشيثرات وفق منهجية دقيقة بعيدا عن تطرف أصحاب الفريق الثالث الذين جنحوا كثيرا في الخيال. فليس كل ما هو موجود في الأحاديث النبوية هو رسائل رمزية أو مشفرة، الجزء الأكبر منها يؤخذ كما هو على حقيقته وباللغة الحرفية التي صيغ بها أي يشبه الآيات المحكمات في القرآن الكريم، أي يشبه الآيات المحكمات في القرآن الكريم. لكن هناك جزء آخر في أحاديث آخر الزمان يشبه الآيات المتشابهات، أو بمعنى آخر هو مشفر أو مصاغ بلغة رمزية. هنا يجب أن تدخل المعرفة الموسوعية والذكاء والبصيرة، وقبل ذلك التوفيق من الله لتحديد ما هو صريح ومحكم وبالتالي يؤخذ بمعناه الحرفي، وتحديد ما هو مشفر أو رمزي وبالتالي يحتاج إلى تأويل. وأنا أحصر هذه الشيفرات في مواضيع معينة تتعلق منطقيا أو تتطلب منطقي أن تقال باللغة المشفرة،
واستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصل لنا الرسالة بغير هذه الطريقة. أخبركم لاحقا أين يجب أن تبحثوا عن الرسائل المشفرة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بآخر الزمان. وهناك شيء آخر أعتمده في تحليلي للأحاديث النبوية، هي أني لا أنسى وأنا أتعامل مع كل كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل البليغ الفذ قد أوتي شيئا لم يعط الإنسان، لم يعط لإنسان سواه، لقد أوتي جوامع الكلم. ماذا يعني جوامع الكلم؟ أي أن الكلمة الواحدة تحمل طيفا واسعا من المعاني، بعض تلك المعاني قريب من السطح، أي قريب من المعنى الظاهري أو يتبادر فورا للذهن عندما نسمع الكلمة، آخر عميق ولا يستطيع، وبعضها الآخر عميق ولا يستطيع أن يتذوقه إلا ذوي إحساس لغوي مرهف أو بصيرة حادة. وجميع المعاني سواء كانت الظاهرة أو العميقة صحيحة وتصب في نفس الفكرة، ويكمل بعضها بعضا دون أن يكون بينها أي تناقض أو تنافر. وأعتمد في تحليلي أيضا على النظرة البانورامية الشاملة لكل النصوص المقدسة، وسأشرح لكم الطريقة التي أتبعها في قراءة وتحليل أحاديث آخر الزمان بالتفصيل في المنشورات التالية من هذه السلسلة اليومية القصيرة. ليست الغاية أن أقدم لكم وجبة سمك تسد رمقكم ليوم واحد، وإنما أن نتعلم سويا كيفية اصطياد الأسماك، بل اصطياد الجواهر من بحث العلم النبوي، وستتضح الطريقة تدريجيا في سياق المنشور في سياق المنشورات القادمة. وأقدم تجربتي الشخصية لوجه الله لكل إنسان شغوف بهي يكمل المشوار، عسى أن يوفر عليه جهد سنوات من البحث، لأنني كما سبق وشرحت لكم لا أؤمن بوجود شيء اسمه رجال دين في الإسلام، وكل شخص مسؤول عن خلاصه الذاتي، وإنا إلا عالم أو متعلم، والعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف نفهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ المقال الثالث من السلسلة عنوان الجوهرة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر يوما ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر، صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه البخاري. وعن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا ثم حضرت فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالفتن والملاحم وعلم آخر الزمان، والله ما نسي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم قبيلته. رواه أبو داود. ولكن إذ دققنا بكم الأحاديث المتعلقة بآخر الزمان التي وصلت إلينا وقارناها بالمدة الزمنية التي استغرقتها الدعوة النبوية طيلة 23 سنة
وأيضا المدة الزمنية التي استغرقتها خطبة طويلة مخصصة لآخر الزمان تحديدا امتدت من طلوع الشمس إلى غروبها، نجد أن ما وصلنا ولا يزال مدون في كتب الحديث الصحيحة عن آخر الزمان هو النذر اليسير فقط. ومعنى ذلك أنه لابد أن يكون هناك أحاديث نسيت أو فقدت أو موجودة في كتب الحديث الأخرى أو في بطون الخاصة من العلماء. آسف، هم أشي فقدت هنا، قال إيه؟ هناك حديث نسيت أو موجودة في كتب الحديث الأخرى أو في بطون الخاصة من العلماء. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بأسرار لم يخبر بها أحد غيره، وكذلك حال مع علي ابن أبي طالب. حذيفة تلك الأسرار بعد الثقات قبل وفاته، أم أنها ماتت معه؟ فهل كشف حذيفة تلك الأسرار لبعد الثقات قبل وفاته أم أنها ماتت معه؟ نسيان أكثر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك التي تخص الفتن والملاحمة المستقبلية فيه حكمة بالغة، كي لا يفشو الحديث عنها لأنها أمور تمس المستقبل وتشير إلى فتن، وبها أسماء أشخاص بأعينهم مواجهات ومنازعات، فشاء الله العليم أن يقتصر العلم بها على أفراد قلائل من الأولين والآخرين، وليس كل ما يعلم يقال. هذا كان في الزمن الماضي، أما الآن ونحن في ثورة المعلوماتية فإننا بحاجة لمعرفة تلك الأسرار لأننا الجيل الأخير، أي في ثمرة هذه الأحاديث، والجيل الموجهة له أصلا تلك الأحاديث. لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ونحن الجيل الذي يتخبط في زحمة هذه الفتن. كل شيء يمكن أن يزور الآن ويبدل ويغير في هذا العصر الذي كثرت فيه الفرق والآراء والمذاهب والتفسيرات والاتجاهات، ومن أعظم من أن تكتشف الحقيقة. ولا شيء أثمن من أن تكون على حق فعلا، ولن تكون على حق إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام معلمك وقدوتك، والعلماء هم ورثة الأنبياء. لكن عصرنا هذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عصر قليل علماؤه وكثير خطباؤه، ومعظم ما لدينا هو خطباء منابر يجيدون التحكم فقط بحبالهم الصوتية، شأنهم شأن ممثلي المسرح، يقرؤون النص المكتوب المعد مسبقا في مكاتب المخابرات، يتباكون عند اللزوم ويرققون الصوت أو يفخمونه أو يصرخون حسب الضرورات الأمنية ظاهرة صوتية فقط للتأثير على العواطف، طبول جوفاء خالية من العلم والهدى إلا القليل القليل. فماذا نفعل؟ لأننا في عصر الضلالات، فلن ينجينا شيء إلا الآن إلا إذا تمسكنا بالكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة هما المقياس للحكم على مصداقية أي مقال وتطلع عليه أو تسمعها أو أي تعليق تقرأه وأي تحليل تقف عليه. لكن ما هي الطريقة المثلى في الكتاب والسنة، وتحديدا ما هو الأسلوب الأفضل لقراءة وتحليل أحاديث آخر الزمان خصوصا؟ نبدأ بالقراءة والتحليل. يجب أن نقدر قيمة هذه الأحاديث، فما وصلنا من أحاديث آخر الزمان هو النذر اليسير، لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الكم القليل كمن يتعامل مع جواهر نادرة. أما المنهجية المناسبة للتعامل مع هذا الكنز فهي ما سنتحدث عنه في مقالات قادمة، وأستطيع أن ألخصها الآن في مثلث ذو ثلاثة أضلاع، وهذه الأضلاع الثلاثة هي: 1- الثقافة السوعية الواسعة التي ستصب في خدمة أحاديث من لا ينطق عن الهوى. 2- الصحيحة التي تعتمد على النظرة النورامية الشاملة وفهم الرسائل النبوية المشفرة العابرة للأجيال.
ثلاثة: البصيرة للتمييز بين الأجزاء المشفرة وبين الأجزاء الصريحة في أحاديث، وأيضا بفك تلك الرسائل وسأفصل في كل ركيزة من الركائز الثلاث في المنشورات القادمة. المقال الرابع من سلسلة كيف نفهم النبي في آخر الزمان بعنوان نظرة البانورامية الشاملة. يقول الكاتب المبارك: إني أرى ما لا ترون، بكلام النبي، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى. أخرجه الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت في نهاية المقال السابق أن هناك ثلاثة شروط رئيسية يجب أن تتوفر في المسلم الذي يريد أن يرى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أو بمعنى أصح هناك ثلاثة شروط كي تستطيع أن تفهم النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته التي أخبرنا بها عن آخر الزمان. وهذه الشروط: أولا الثقافة الموسوعية العامة، ثانيا منهجية البحث الصحيحة التي تعتمد على ألف البانورامية الشاملة، باء رصد الرسائل النبوية المشفرة العابرة للأجيال وفك شفرتها، ثالثا من الشروط الثلاثة البصيرة للتمييز، إذا الثقافة ومنهجية البحث الصحيحة والبصيرة للتمييز بين العبارات الصريحة والعبارات الرمزية أو المشفرة، لأن كلام النبي فيه كلام محكم مقصود به ما تقصده الحروف والألفاظ، وكلام آخر عبارة عن رمزي ومشفر بشكل ما، ويحتاج إلى بصين لفهم وتمييز بين هذين القسمين. أولا الثقافة الموسوعية العامة، أول شرط من الشروط الفهم عن الثقافة الموسوعية العامة، فعلم آخر الزمان هو نقيض التخصص، الأساس هو العلم طبعا، ولكن يجب أن يكون عندك إضافة إليه نصيب وافر من العلوم في شتى المجالات، أي خلفية معلوماتية غريزة أو غزيرة في شتى فروع المعرفة ولا سيما اللغة العربية. فسيدنا عمر بن الخطاب يقول: العربية فهي من الدين. وكذلك يجب أن يكون عندك إلمام مقبول بالتاريخ والجغرافيا وعلوم الاقتصاد والسياسة وحتى العلوم التطبيقية كالفيزياء والطب والفلك والمناخ، ويجب نبوءات آخر الزمان عند أهل الكتاب، فالتخصص هو عدو علم آخر الزمان. في صدر الإسلام والعصر الذهبي للحضارة الإسلامية كان علماؤنا الأفذاذ ذوي ثقافة موسوعية هائلة، فابن سينا الذي عاش في القرن العاشر وظل كتابه القانون في الطب هو الكتاب الرئيسي في جميع كليات الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر، كتب أيضا في الأدب والفلسفة، والخوارزمي الذي وضع أسس أنظمة تشغيل الكمبيوتر كان عالما في الرياضيات والفلك واللغة أيضا، والجاحظ كان عالما في الأدب والتاريخ وغيره. أما أنظمة التعليم الغربية المعتمدة اليوم في جامعاتنا العربية فهي لا تنتج إلا أجيال محدودي الأفق، وإن كانت أسماؤهم مسبوقة بحرف دال دكتور، فهم يعلمون جانبا من العلم خصاصهم، لكنهم في أمية مخجلة فيما عدا ذلك. وهناك شيء آخر لا ينتبه إليه معظم الناس يتعلق بأنظمة التعليم طول مرحلة الحكم الجبري. أحد أسباب عدم نبوغ خريجي كلية الشريعة في العالم العربي من في علم آخر الزمان، بل ولا حتى في الدعوة الإسلامية نفسها، هي أن النوابغ والأذكياء في المرحلة الثانوية يتوجهون عادة إلى كليات الطب والهندسة، ولا يتبقى لكليات والمعاهد الشرعية إلا ذوي معدلات النجاح الدنية، فضلا عن طريقة التلقين المقدسة في جميع الكليات الشرعية الحكومية ومحاربة من يحاول أن يخرج من السر. وهذه السياسة التعليمية الخبيثة إن صح تسميتها تعليمية أصلا، فهي معتمدة وعن سابق إصرار تتفق عليها من كل البلدان العربية التي نادرا ما تتفق على شيء. هذه السياسة التعليمية الخبيثة صح تسميتها تعليمية، هي معتمدة وعن سابق إصرار ومتفق عليها في كل عربية التي نادرا ما تتفق على شيء. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيت العلم بعضك لم يعطيك شيئا. لذلك إذا أردت أن تفهم على مدينة العلم
عليك أن تقرأ. لذلك إذا أردت أن تفهم على مدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تقرأ، لكن متوسط ما يقرأه الفرد العربي شهريا لا يتجاوز بضع دقائق. معظمنا يريد الحقيقة المطلقة في كبسولة، وطريقة تفكيرنا وتحليلنا للأمور أيضا تأثرت بالنظام الأمريكي للامتحانات ذات الخيارات المتعددة والمعتمد في معظم جامعاتنا، فأصبحنا عن الحكمة من خلال 4 إجابات وكأننا في برنامج من سيربح المليون. لذلك ليس غريبا أننا لا نفهم. عليك أن تقرأ، نفس الوقت عليك أن تعرف كيف تقرأ، أي عليك أن تعرف المنهجية الصحيحة في دراسة أحاديث آخر الزمان. الشرط الثاني لفهم النبي المنهجية الصحيحة في البحث والدراسة. كما سبق وأخبرتكم في المقال الثاني أن هناك 3 اتجاهات أو 3 فرق في مقاربة أحاديث آخر الزمان، ولكن اتجاه محاسنه ولكل اتجاه محاسنه ومساوئه. أما المنهجية الرابعة والصحيحة برأيي أنا العبد الفقير، فهي ما تحاول أن تجمع بين محاسن كل طريقة وتتجاوز مساوئها وتضيف بصمتها الخاصة. أعمل العقل والتحليل في الأحاديث وأرفض أي تأويل أعمل العقل والتحليل في الأحاديث وأرفض أي تأويل يخالف القرآن كما يفعل الفريق الأول. أحترم قدسية النص والتعامل معه كمن يتعامل مع جوهرة نادرة كما يفعل الفريق الثاني. وتوقع وجود لغة رمزية في الأحاديث تحتاج إلى تأويل كما يفعل الفريق الثالث. يجب أن تضع المبادئ السابقة في الحسبان قبل أن تبدأ بآلية التنفيذ. وآلية التنفيذ بدورها تتكون من أو تعتمد على أمرين اثنين. أولا الأمر الأول وهو النظرة البانورامية الشاملة. اثنين هو الأمر الثاني هو رصد والرسائل المشفرة العابرة الأجيال. لكن دعونا الآن نتحدث عن الأمر الأول في المنهجية الصحيحة لدراسة أحاديث آخر الزمان، وهي النظرة البانورامية الشاملة. فأحاديث آخر الزمان هي كقطع الفسيفساء، كل حديث في موضوع معين كموضوع المهدي أو الرايات السود أو الروم مثلا. كل حديث يرسم جزءا من الصورة، و رتب الأجزاء مع بعضها بطريقة منطقية تسمى لديك الصورة كاملة. لا تأخذ آية قرآنية بشكل مفرد أو حديث نبوي بشكل منه تستنبط منه معلومة ما أو حكما عقليا، وإنما يجب أن تجمع كل البيانات المتعلقة بموضوع البحث والأحاديث والآثار، ثم تحاول أن تجد الحبل المنطقي أو نظام المعنى الذي يربط فيهما جميعا دون أن يكون هناك تنافر أو تناقض في المعنى مستفيدا من ثقافتك الموسوعية في عملية الربط. إذا أردت أن تبحث في موضوع معين فعليك أن تبدأ بحثك من القرآن أولا، وعليك أن تبحث في كل. فمن الخطأ أن تأخذ آية واحدة تتحدث عن موضوع معين وتبني عليها لوحدها حكما أو استنتاجا عقليا. حاول أن تجمع جميع الآيات القرآنية ذات الصلة والموضوع البحث وضعها جميعها على الطاولة، ثم حاول أن تدمجها مع بعضها ومتناسق حتى تجد نظام المعنى الذي يربط جميع الآيات مع بعضها دون أن يكون هناك أي تناقض أو تضارب في المعنى. البرمجيات المزودة بمحركات البحث سهلت المهمة على الباحثين كثيرا، ويقصد من المعنى أي الحبل المنطقي والمحور الذي يربط الآيات مع بعضها البعض، فكل آية ستضيء جزء من الموضوع حتى يتشكل عندك جزء كبير من الصورة. للقرآن الكريم وهو الكتاب الذي تعهد الله بحفظه من التحريف، وفيه نوعين من الآيات، آيات محكمات أي صريحة واضحة وأخر متشابهات، وهذه تحتاج لتأويل ولا يعلم تأويلها إلا الراسخون في العلم. لذلك ستحتاج البصيرة في هذه المرحلة وأيضا الاستعانة بأهل الذكر. وسنتحدث لاحقا في المقال السادس من هذه السلسلة كيف يمكن أن يكون قلبك جديرا بلقي نور البصيرة، وكيف تقوي إبرة بوصلتك الداخلية
فالفرص متاحة للجميع هنوت في الإسلام عند أهل السنة، ولكن هناك جهد يجب أن يبذل وثمن يجب أن يدفع كي يشرق في قلبك بصيرة لترى ما لا يراه الآخرون. فالبصيرة لا تكتسب بالتعلم وإنما بالمجاهدة، وكما قال الإمام علي: جاهد تشاهد. بعد ذلك انتقل للأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع بحثك، ولكن يجب أن تتذكر أن الأحاديث ليست جميعها على نفس درجة القوة، فهناك أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وهذا التصنيف لا علاقة له بمتن الحديث أو مضمونه، وإنما فقط يتعلق بالسند. فأحيانا يكون المضمون صحيح، أي المتن صحيح ويصدقه الواقع، لكن علماء الحديث بسبب منهجهم الصارم ضعفوا الحديث بسبب السند، أي بسبب وجود ضعف في الرواة الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة أم منقطعة، هم ثقات عدول أم فيهم واحد عرف عنه النسيان أو دون ذلك. لكن في جميع الحالات إذا وجدت فرضا حديثا إذا وجدت فرضا حديثا يناقض صريح القرآن ويخالف نظام المعنى الذي تكون لديك من الآيات القرآنية، فلا تأخذ به حتى لو كان موجودا في صحيح البخاري ومسلم اللذين روعي فيهما أشد معايير الصرامة العلمية والضبط، فإنه هو الحكم على الحديث وليس العكس. في منهجية النظرة البانورامية الشاملة نحن عادة لا نهمل أي أو أثر طالما كان منسجما مع نظام المعنى أو المحور الذي تدور حوله الأحاديث كلها، لأن ما وصلنا هو أصلا لا يمثل إلا النزر اليسير مما أخبر به الرسول فعليا، لذا نتعامل مع أي أثر وكأننا نتعامل مع جواهر نادرة. لذا أي حديث له علاقة بموضوع بحثك حتى لو كان من الأحاديث الضعيفة، الضعيف وليس الموضوع، ربما يكون له محل من الإعراب، وقد يضيف رتوشا أو تفاصيل صغيرة للصورة الكبيرة والتي رسمت ملامحها الرئيسية والتي رسمت ملامحها الرئيسية الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. هناك حبل منطقي يجب أن يتم أو صحيح السنة، ثم تأتي بقية الأحاديث التي لا تتناقض مع هذا الحبل المنطقي الذي تشكل سابقا لتضيف تفاصيل صغيرة للموضوع. وفي المقالة الأخيرة من هذه السلسلة سنضرب أمثلة على ذلك ونقوم بإجراء تطبيق عملي. بعد ذلك انتقل لرصد وتمييز الرسائل المشفرة العابرة للأجيال كي تكتمل معك كل تفاصيل. لكن لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المتعلقة بآخر الزمان بطريقة صريحة واستخدم الترميز والتشفير؟ وما هي المواضع التي نشك باحتوائها على رسائل مشفرة؟ وأين يجب أن تتم عمليات التنقيب لكشف تلك الرسائل؟ انتهى المقال الرابع. نكمل هنا. قالوا الخامس من سلسلة كيف نفهم النبي في آخر الزمان بعنوان الرسائل النبوية المشفرة العابرة للأجيال. تحدثنا في المقال السابق عن الشروط الثلاثة التي يجب أن تتمتع بها إذا أردت أن تفهم النبي في آخر الزمان: 1- ثقافة موسوعية عامة ولا سيما في علوم الحديث واللغة العربية والتاريخ وباقي العلوم. 2- منهجية صحيحة في البحث تعتمد على أمرين: نظرية بانورامية شاملة في جميع النصوص المقدسة ورصد الرسائل المشفرة في الأحاديث وفك شفرتها. 3- البصيرة للتمييز بين العبارات الصريحة التي تؤخذ بمعناها الحرفي والعبارات المنطوقة بلغة رمزية أو مشفرة. وقلنا أن أحاديث آخر الزمان هي قطع الفسيفساء، كل حديث في موضوع معين يرسم جزءا من الصورة زاء مع بعضها بطريقة منطقية مستفيد ثقافتك الموسوعية كي ترتسم لديك الصورة كاملا، ولا تهمل أي حديث أو آثر حتى ولو ضعف طالما كان من مع نظام المعنى أو الحبل المنطقي الذي يربط قطع الصورة فيما وصلنا هو أصلا إلا النذر اليسير مما
أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فعليا، لذلك تعامل مع أي أثر وكأنك تتعامل مع جوهرة نادرة. الحبل المنطقي يجب أن يتشكل في البداية من آيات القرآن أو صحيح السنة، ثم تأتي الأحاديث التي لا تتناقض مع هذا الحبل المنطقي أو نظام المعنى الذي تشكل سابقا لتضيف تفاصيل أو رتوش للموضوع. بعد ذلك انتقل لرصد وتمييز الرسائل المشفرة العابرة للأجيال وفك حفرتها كي تكتمل معك كل تفاصيل الصورة. وهنا يجب أن نتساءل عليه الصلاة والسلام بعض الأمور المتعلقة بآخر الزمان بطريقة صريحة واستخدم الترميز والتشفير، وما هي المواضع التي نشك باحتوائها على رسائل مشفرة، وأين يجب أن تتم عمليات التنقيب لكشف تلك الرسائل. في البداية يجب أن نميز بين ثلاثة: اللغة الرمزية وجوامع الكلم والرسائل المشفرة. فاللغة الرمزية التي قد يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في أحاديث آخر الزمان وغيرها من الأحاديث، وجوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بصمته البلاغية المستمرة في أحاديث آخر الزمان وغيرها من الأحاديث، والرسائل المشفرة العابرة للأجل فقط أحاديث آخر الزمان. إذن هناك ثلاثة أمور ينبغي ألا نخلط فيما بينها، وهي اللغة الرمزية وجوامع الكلم والرسائل المشفرة العابرة للأجيال. هي أسلوب بياني بليغ يوصل الفكرة بطريقة أعمق وأسهل، يعتمد التشبيه وضرب الأمثلة بلغة بدل اللغة الحرفية الصريحة، وهذا شيء معظم الناس تستطيع أن تميزه بسهولة. والرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب وعند الضرورة في جميع أحاديثه ومن بينها تلك المتعلقة بآخر الزمان. مثال على ذلك العبارة التي وصف فيها أو فتنة الأحلاس، حيث شبهها بأنها تموج موج البحر أو تموج كموج البحر، وهذا التشناية على أنها تدوم طويلا ومستمرة وذات جولات، فكلما وصلت موجة إلى الشاطئ تبعتها موجة أخرى، أو تشبيه للحاكم الدكتاتور الذي في مرحلة الحكم الجبري بأنه رجل كورك على عضل لكن على ضلع، كناية عن عدم أهميته للحكم وأن حكمه لا يستقيم وأنه مثبت فوق كرسي بسبب عمالته للنظام الجبري العالمي. فعظم الورك الثقيل لا يمكن أن يستقر على عضل دقيق إلا إذا كانت هناك أيد خارجية تسنده في مكانه. لكن هناك شيء آخر في اللغة النبوية، رسول العربي عليه الصلاة والسلام أوتي شيئا لم يعط للإنسان غيره قط، لقد أوتي جوامع الكلم، وقد شرحت لكم ماذا تعني عبارة جوامع الكلم. فالكلمة الواحدة كلام النبي تحمل طيفا واسعا من المعاني، بعضها قريب من السطح أي قريب من المعنى الظاهري الذي يتبادر فورا للذهن عندما نسمع الكلمة، وبعضها الآخر عميق لا يستطيع أن يتذوقه بإحساس لغوي مرهف أو بصيرة حادة. المعاني سواء كانت الظاهرية أو العميقة صحيحة ولا يناقض بعضها، بل على العكس تبعم بعضها بعضا، وهذا ما يميز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تظهر هذه بوضوح في التسميات التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على المراحل والفتن على السال. فكلمة الملك العاض أو العضود فيها طيف كبير من المعاني أعمق بكثير من مجرد العض على الحكم بالنواجذ والأسنان، والتي تفيد شدة الاستمساك في الحكم واللصق به. فهذه كانت حالة الملك في المرحلة الأموية والعباسية والمملوكية والعثمانية، فكل حاكمة كانت ملتصقة بالحكم صريحة حريصة على بقائها في الحكم هي وأسرتها أو حريصة عليها بقائه في أسرتها. لكنه يفيد أيضا أن هذه المرحلة تدوم طويلا، وبالفعل استمرت مرحلة العاض بحقبها الأربعة 1255 سنة. وهناك غير ذلك من المعاني الأعمق والتي شرحتها في مقالة الملك العاض في سلسلة عمر الأمة في أربع مراحل وأربع فتن، وكذلك في كلمة الحكم الجبري، وقد شرحت لكم تلك المعاني التي تدل على خصائص هذه المرحلة الجبرية
والتي وفقني الله وتعالى لكشفها في هذه العبارة، وقد تجاوزت العشرة معاني، والتي تغوص أعمق بكثير من المعنى الظاهري للكلمة بأنه حكم يقوم على الجبر والإكراه وانعدام حرية الاختيار. نكمل في الشريط القادم. تابع للمقال بعنوان كيف نفهم النبي في آخر الزمان، ونحن في المقال الخامس من المقالات السبعة. نكمل كلام الكاتب المبارك فيقول: ففي فتنة الدهيماء على سبيل المثال شرحت لكم حتى الآن أربعة معاني فقط من أصل سبعة، توصلت لها بتوفيق الله بهذا الاسم البليغ الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم على الفتنة الثالثة الكبرى الدهيماء من الدهم. فهذه الفتنة ليست كسابقتيها الإحلاس والسراء اللتين رأينا أن لهما إرهاصات سبقت اندلاع كل منهما، بينما فتنة الدهيماء فهي مختلفة، إنها تدهم بغتة دون سابق إنذار. لقد دهمت هذه الفتنة في عام 2011، والتي كانت لاهية في سرائها، كنا في فتنة ملهيين فجأة جت لنا الايه الدهماء او الدهيماء، وتعيش عيشا رتيما كرتابة المسلسلات التركية الطويلة. فحدثت فجأة ثورات شعبية كبيرة اطاحت في سنة واحدة بأربعة حكام في من مرحلة الحكم الجبري، والدهيماء كذلك هي تصغر دهماء، وهي عامة، فهي فتنة عامة لا يبقى احد من هذه الفتنة الا وتلطمه لطمة وآذاها يصيب الجميع. الدهماء هم الشعوب، وهم وقود الثورات الشعبية، والدهيماء أي المظلمة والسوداء. الناس كأنها تتخبط في الظلام، الرؤية ضبابية، والمستقبل غامض مظلم، والمرء يصبح مؤمنا ومنفرا. وأيضا صفتناها الحرفي، حيث سيسود الظلام كوكب الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة في سياق فتنة الماء. وهذا هو رأيي الشخصي. وستحدث العلامة الأولى الكبرى للساعة، أي الدخان المبين الذي سيحجب نور القمر لأربعين يوما وليلة، كما جاء في الأثر الصحيح المنقول عن سيدنا حذيفة. والدهيماء هي أيضا من الدهيم، وهي اسم ناقة صارت مضربة مثل للدهاء عند رب. فالدهاء والمكر والمؤامرات ستكون صفة ملازمة في سنوات فتنة الدهيماء السوداء. وهناك معان أخرى كلها مستنبط فقط من الاسم العبقري الذي أطلقه عليها أحد في العالم، والذي لا تفهمه أمته المصابة بعقدة الخواجة، بل ولم تعد تفهم لغته صلى الله عليه وسلم. والبطنة البلاغية للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فهناك شيء خاص بي في آخر الزمان فقط، وهذا الشيء هو الرسائل المشفرة العابرة للأجيال. فالأحاديث المتعلقة بأن أي زماننا هذا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، وكان عليه أن يستخدم اللغة والمصطلحات التي يفهمها الصحابة في زمنه، لأنهم الوسيلة التي ستنقل لنا هذه الأحاديث وإلى بقية الأجيال التي بعدها. لكن الجيل المقصود بتلك الأحاديث والمعني بقطف ثمرتها هو جيل متأخر، جيل آخر مختلف ثقافيا ولغة، وسيأتي بعد 1400 سنة أو أكثر، وفي زمن آخر تغيرت فيه وسائل النقل والاتصال، لما لم يكن هناك تصوير فيديو بالصوت والصورة كي يسجل لنا الرسول التعليمات الخاصة بزماننا باللغة الركيكة التي نفهمها الآن. ولأن تلك الأحاديث ستتحدث في زمننا، فإن المعلومات المقدمة فيها أحيانا بلغة مشفرة وفي أحيان أخرى بلغة واضحة وصريحة، لكنني أحصر تلك الشفرات في أمور تتطلب منطقيا أن يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام في رسالة مشفرة، ولا يستطيع الرسول أن يوصل الرسالة بلغة صريحة قاطعة. وهذه الأمور الثلاث هي: واحد، الإشارات المتعلقة بالتكنولوجي المستقبلي والمخترعات الجديدة التي لم تكن موجودة في عصره. اثنان،
الإشارات المتعلقة بالتكتيكات العسكرية والخطط الاستراتيجية التي يجب أن تكون سرية ولا يعرفها إلا المعنيون بها مباشرة. 3. أسماء الشخصيات الرئيسية في فتن ملاحم آخر الزمان. والرسائل المشفرة هي رموز معناها الباطني ليس بعيدا عن المعنى الحرفي والظاهري، فلا مجال للشطحات الواسعة في الخيال كما يفعل الفريق الثالث. وقد تكون هذه الشيفرات أحيانا صحيحة سواء أخذناها بمعناها الحرفي أو الرمزي، كالرسالة المشفرة الموجودة في عبارة تلد الأمة ربتها، فهذه العبارة التي تتحدث عن إحدى علامات الساعة الصغرى هي صحيحة في كل المستويات الحرفي والرمزي. أما تلك الرسائل المشفرة المتعلقة بالتقدم التكنولوجي المستقبلي والمخترعات الجديدة التي لم تكن موجودة في عصره، فمن السهل جدا أن نعرف الحكمة منها. نجد مثلا عبارة البراذين الشهب المحذوفة التي وردت في أحد الأحاديث مثلا ناية عن المركبات كالشهب مثل الدبابات والمدرعات. وبالنسبة للرسائل المشفرة المتعلقة بالتكتيكات العسكرية والخطط الاستراتيجية، فكنا أن السمة الرئيسية لأحداث آخر الزمان هي الملاحم والفتن، وهي المرحلة التي ستشهد المعركة الأخيرة في الصراع الأزلي بين الحق والباطل، وستكون هناك حروب كبيرة جدا والمسلمون هم طرف فيها، وسيكون هناك فسطاط آخر يضم الأعداء المتربصين والذين يحاولون أن يكشفوا خطط المسلمين، ولا سيما في الأحداث المفصلية. لذلك فإن الرسول يقدم توجيهات استراتيجية وتكتيكات عسكرية بطريقة رمزية يصعب على الأعداء فهمها، لكنه بنفس الوقت يرفقها بعلامات يقدمها بلغة صريحة وحرفية، يستطيع أن يفهم المعنيون بهذا الموقف أنهم هم من يقصدهم الرسول بشكل مباشر بالحديث لا أحد غيرهم. وقد سبق وضربت لكم الأمثلة الكثيرة على ذلك، وسأضرب لكم المزيد. عبارة بطن الأرض خير لكم من سياق حديث يخص معركة مصيرية حول دمشق بين الرايات السود والرايات الصفر، حديث يخص معركة مصيرية حول دمشق بين الرايات السود والرايات الصفر، والتي سبق وأن شرحتها على أنها كناية لحفر الأنفاق والملاجئ تحت الأرض واتخاذ الأرض كدروع. إذا التقت الرايات السود والصفر في سرة الشام دمشق فبطن الأرض خير من ظهرها، فالعدو سيكون متفوق في سلاح الجو، وستستخدم أسلحة دمار شامل في تلك المرحلة المعركة المحددة. وقد قلت ذلك قبل سنتين من الآن، وقبل أن يوجه بشار الأسد أول ضربة بالأسلحة الكيماوية ضد أهل غوطة دمشق. الأمر الثالث والأخير المتعلق بالرسائل المشفرة هو ذلك الذي يخص أسماء وشخصيات رئيسية في أحداث آخر الزمان. إياكم أن تظنوا للحظة واحدة أنه عليه وسلم سيعطي الاسم الحقيقي للمهدي، مثلا كي يشيع بين الناس والجبرات والأعداء في الخارج والداخل، أو كي يسمى بعض الآباء أو كي يسمي بعض مواليدهم الجدد بهذا الاسم. الأسماء دائما 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 هي شيفرة وليست الأسماء الحقيقية. حتى اسم الرسول عليه الصلاة والسلام المذكور بالإنجيل، وهو أهم رجل على وجه الأرض خاتم الأنبياء، الذي تكون رسالته موجهة لكل إنسان من كل زمان وفي كل مكان وحتى آخر الزمان، رسالة عظيمة بهذا الحجم، لأتي اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيبلغها
كالاسم الذي سماه به جده عبد المطلب، فاسم الرسول صلى الله عليه في الإنجيل ليس محمدا بل أحمد. طبعا كلا الأسمين يعنيان نفس الاسم نفس الشيء، لكن المقصود أن الأسماء التي تعطى بالنبوءات لم يحدث ولو لمرة واحدة أن كان الاسم هو الاسم الحقيقي الذي يطلق على الشخص عند ولادته، إنما اسم رمزي أو صفة لهذا الشخص أو شيفر. على سبيل المثال رمز اسم الدجال في حساب الجمل هو 666، وهذا ينطبق على جميع الشخصيات الأخرى في آخر الزمان المهدي والسفياني وذو السويقتين وصالح بن شعيب واليماني والأبقع. وكمثال على ذلك أيضا اسم الحارث بن حراس الذي جاء في حديث مرفوع ضعيف لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه سيقيم القاعدة التي سيبنى عليها المهدي التي سيبني عليها المهدي دولة الخلافة ويوطد لآل محمد، وقد تكون فيه إشارة لشاد والله أعلم. فالحارث من أسماء الأسد وأسامة من أسماء الأسد، والحراس ما يستخدم لحراسة الأرض لغة الحضارمة لادن، وعائلة بن لادن هي أصلا من حضرموت. هذا مجرد مثال وليس رأي نهائي، لكن لماذا لم يخبرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم الأسماء بطريقة صريحة، خاصة أن آخر الزمان هو زمن الفتن الذي ستكون فيه الرؤية ضبابية وغير واضحة؟ حسنا، بهذا السبب أي بسبب أننا في زمن فتن وحروب تخدم الرسائل المشفرة صلى الله عليه وسلم. الفتنة بكل هي امتحان في اختبار هي امتحان هي اختبار لتمحيص الناس، وكما أن الامتحان هو وسيلة لتمييز الكسول من المجتهد، فإن الفتنة هي امتحان للإيمان لتمييز الخبيث من الطيب والمنافق. فإذا عرفت جميع الأسئلة والأجوبة قبل أن تدخل قاعة الامتحان فهذا لا يسمى امتحانا، هذا لأنك يجب أن تتوصل إلى الحلول وإلى الجواب الصحيح وأنت داخل الامتحان وليس خارجه، لكنك تكون دائما على استعداد لهذا الامتحان قبل مجيئه ومحضرا ومحضرا له بشكل جيد، لأن امتحان الفتن في آخر الزمان يأتي بغتة ودون سابق إنذار. يرون الاستراتيجي في تلك الفتنة هو سيدي وحبيبي حذيفة رضي الله عنه يقول: هذه فتن قد أضحت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك فرسولنا الرحيم الرؤوف يعرفنا قبل ذلك صفات تشرح خصائص صاحب الاسم ويقدم لنا علامات للفتنة، لكن ما يقدمه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا ليس هو الجواب النهائي على الأسئلة التي ستطرح في الامتحان، إنه مجرد وسائل ومساعدة. وعليكم السلام. إنه مجرد وسائل مساعدة أو آلية أو طريقة مختلفة للتفكير أو منهجية للدراسة تسهل علينا الوصول للجواب الصحيح أو الاسم الصحيح. الرسول ذاته لم يأته وحي صريح بالاسم الذي سيخرج به الدجال وبشخصيته كل ما أوحي له هو علامات كثير منها محاط بالرمزية، وكذلك الحال بالنسبة للمهدي، فهو لم ولن يخبركم صراحة باسم المهدي ولا أسماء أعدائه ولا أسماء أنصاره ولا الذين يمهدون لقدومه، لأنك أنت من يجب أن يعرف الجواب، وأنت يجب أن تختار أين تريد أن تكون وأين تحب أن تكون. هذا هو امتحانك أنت. بنو إسرائيل كانوا ينتظرون حر من الجمر المسيح المخلص الذي سيقيم الهيكل ويعيدهم إلى الأرض المقدسة ويحكم من خلاله العالم لو صدقوه وآمنوا به. طبعا فجاءهم المسيح عيسى بن مريم العذراء عليهما السلام، فرفضوا، لا يمكن أن يولد طفل بدون أب، فقالوا أنه ابن زنا. فماذا فعل اليهود؟ لقد حكموا العقل، لقد اتبعوا المنطق العلمي البيولوجي
وزاد مكرهم رغم ما أيد الله به عيسى من المعجزات التي تتحدى المنطق البيولوجي وتثبت صدقه وأنه رسول من، خاصة أن مصالح الكهنة المقررة بالتشريعات الجديدة التي جاء بها عيسى ولم تكن على هواهم، لقد استشعروا خطورة هذا الرجل على مصالحهم ومكروا وفشوته ومكروا فشوهوا صورته وأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه. كانوا يوحون لشعب إسرائيل أنهم يتبعون منهجية علمية ودينية صحيحة، لأن الذي يموت على الصليب لا يمكن أن يكون صالحا أن يكون رسولا، فضلا عن أن يكون المسيح المنتظر المخلص. مستندين لما ورد حرفيا بنصوص في كتابهم المقدس وسنة أنبيائهم السابقين، كان اليهود إذن يظنون أنهم يطبقون الكتاب والسنة، لكنهم استخدموا الدين من أجل الدنيا. جاءهم الحق فرفضوه فأضلهم الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن فالله أضلهم لأنهم رفضوا الحق أولا، وأنتم تعرفون البقية، وتعرفون أيضا القانون الإلهي الذي يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل ما ابتلي به اليهود من اختبارات ستبتلى بها أمته، وما أصابهم من امتحانات تمتحن صدقهم مع الله ستبتلى بها أمته أيضا. فإذا كنت تظن أن مهدي من يشبه براد بيت وسيأتي على حصان أبيض، فأنصحك بالاستمرار بمتابعة أفلام هوليود، أن المهدي عندما سيظهر ستقول كل وسائل الإعلام في العالم أجمع أنه إرهابي، مجنون، همجي، متخلف، غير حضاري، متوحش، متطرف، ضال، مضل، مندس، يريد أن يخرب المسجد الحرام إلى آخره. تكتب الصحف قصصا عن تطرفه المقيت، وستبث وسائل الإعلام برامج وتحقيقات، وستجلب شهود عيان كذابين يتحدثون عن إرهابه. ستوضع سيناريوهات كثيرة تكرهه بالتأكيد، وربما تكون في الجيش الذي يريد أن يحاربه، وأقول لك من الآن إن هذه السيناريوهات جاهزة. وإذا كنت تظن أيضا أن أعظم فتنة في الأرض إلى قيام الساعة سيكون بطلها رجل اقتتن به الرجال والنساء ويعبدونه على أنه الله، أنصحك أن تحجز غرفة شفاء للأمراض العقلية وابقى بها حتى تموت. لكن كيف نعرف وكيف نميز بين الصريح والمشفر في الأحاديث النبوية؟ حسنا، هذا ليس صعبا، فأنت مزود بما يلقي تجتاز هذا الامتحان، لكنك ستحتاج إلى شيء ينير لك الطريق. ستحتاج هنا لنفس الجهاز الكاشف الذي استخدمته في رحلتك الأولى من العدم إلى الوجود. ستحتاج نفس البوصلة التي هدتك الطريق في ذلك الحين من الدهر الذي لم تكن فيه شيئا مذكورا. ستحتاج نفس جهاز الإرشاد الفطري المغروب عندما كنت مجرد نطفة صماء عمياء تلهث في سباق الحياة. وفي المنشور القادم سنتحدث كيف يمكنك أن تقوي إبرة بوصلتك الداخلية فترى الحق حقا والباطل باطلا. المقال السادس في سلسلة كيف نفهم النبي في آخر الزمان، والمقال بعنوان البصيرة. ذكرت في المنشور السابق أنه هناك رسائل نبوية مشفرة عابرة للأجيال في أحاديث آخر الزمان، وأن تلك الشيفرات برأيي محصورة في الأمور التي تتطلب منطقيا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوجهها للجيل الأخير في رسالة مشفرة، ولا يستطيع الرسول أن يوصل الرسالة بلغة صريحة قاطعة. ومن بين تلك الرسائل المشفرة الإشارات المتعلقة بالتكتيكات العسكرية في معارك آخر الزمان. والخطط والاستر...
الاستراتيجية التي يجب أن تكون سرية ولا يعرفها إلا المعنيون بها مباشرة، وأسماء الشخصيات الرئيسية في فن وملاحم آخر الزمان. فوجود الأعداء المتربصين والذين يحاولون أن يكشفوا خطط المسلمين، ولا سيما في الأحداث المفصلية، هو أحد الأسباب الكثيرة. عليه الصلاة والسلام يرسل توجيهات عسكرية استراتيجية يرسل توجيهاته الاستراتيجية وتكتيكاته العسكرية بطريقة رمزية تضرب على الأعداء فهمها. ولكن هل حقا لا تستطيع تكنولوجيا الأعداء اليوم اختراق هذه الرسائل وتحليلها؟ ألا تستطيع البحوث التابعة لهم أن تفك هذه الشفرات المصاغة بلغة عربية مبينة والمتاحة للجميع بالحديث منذ عصور، فتعرف مضمونها وتستبق الأحداث وتفسد خطط المسلمين؟ ألا يستطيع اتباع نفس منهجية النظرة البانورامية الشامرة التي ذكرتها هنا في تحليل تلك الأحاديث وقطف ثمرتها مثلنا وفهم النبي في آخر الزمان؟ الجواب هو لا، لأن هذه الشفرات محمية بكود أو بكلمة مرور، وكلمة المرور تلك لا يقول الله له من المؤمنين حصرا، هي شيء خاص بالمؤمنين، ولن يستطيع أن يفك الرسائل النبوية المشفرة غير المؤمنين بالله حتى لو قرأوها آلاف المرات. وكلمة السر البصيرة، لكن ماذا نعني بكلمة البصيرة؟ البصيرة علم باطن لا يكتسب بالتعلم كبقية العلوم الظاهرة، فلا يمكن لك أن تتحصله بالدراسة، ولا يمكنك الاستحواذ عليه عن طريق الحواس أو عن طريق القراءة أو أن يخبرك أحد أو أن تقرأه في كتاب أو تسمع إليه في محاضرة، ولا يمكن استنتاج ولا يمكنك أيضا استنتاج هذا عن طريق الاستدلال العقلي حتى لو فاق مقياس ذكائك أينشتاين، لأن البصيرة هي علم إشراق، أي هي إشعاع يشرق في القلب، أو هي نور يقذفه الله في القلب، وثمنها تقوى الله عز وجل وطاعته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنور الله، فإن تطيعوا الله عز وجل يقذف الله في قلوبكم نورا ترون به ما لا يرى الآخرون. البصيرة إذن لا تنتقل عن طريق التعلم، ولا تنتقل كذلك عن طريق الوراثة النسبي أو الخبرة. الإمام علي كرم الله وجهه حينما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس يا آل بيته؟ فقال الإمام علي كرم الله وجهه: لا، ما خص شيء، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذن البصيرة هي أن تفهم كتاب الله وقوانينه التي تسير الكون، وهي أيضا أن تطلع على بواطن الأمور وأن ترى الخلفيات، أن تقرأ، أن تعرف المدلولات، أن تعرف القصد البعيد، أن تعرف المؤديان، أن تعرف المؤدي، أن تضع الأمر في موضعه، أن تضعه في حجمه ودون زيادة أو نقصان، وفي أوانه دون تعجيل أو تأخير. عندما يمنحك الله البصيرة سيسمعك الله عز وجل ما لا يسمع الآخرين، ويريك ما لا يري الآخرين. عندئذ تستطيع ترى الأشياء في صورتها الحقيقية، سترى الوجوه خلف الأقنعة ومساحيق التجميل وتنفذ مهر، وستعرف لماذا خرق الخضر السفينة التي كانت لمساكين يعملون في البحر، وستقرأ فراء على جبهة المسيح الدجال، سواء كنت متعلما أو أميا، كاتبا كنت أو غير كاتب. لكن ما هي الشروط التي ينبغي للمؤمن أن يستوفيها كي يمن الله عليه بنور البصيرة؟ الشرط الأول لتلقي هذا النور هو ما يقوله هذا الأثر: من عمل بما علم
أورثه الله علم ما لا يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم. هذا العلم الباطن الخفي ثمرة من ثمرات العبودية لله عز وجل، وهو قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، أو الله غفور رحيم، استغفر الله، مش فاكر الآية بالضبط. فإذا عملت بما على دين الله، وإذا طبقت كل ما عرفته، فهناك شيء ثمين جدا سيتوارد إليك، وهذا الشيء هو العلم أو البصيرة. فإذا علمت أن الصلاة مثلا هي عماد الدين، وأن الكذب والنميمة والغيبة والحسد هي أخلاق وسلوكيات محرمة تغضب الله وتحجبك عنه، وأن المال الذي يأتي عن طريق الربا هو مال محرم، وأن الصدقات وخدمة الناس وقيام الليل والنوافل الله أكثر، عندئذ سيؤتيك الله ويعلمك علم ما لا تعلم، علم ما لم تعلم. والثاني هو القلب الطاهر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالبصيرة لا تشرق إلا في القلوب الطاهرة، وهذا العلم الباطن لا يمسه إلا من. جاء في الحديث القدسي قوله تعالى: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت عتا؟ ومنظر الله عز وجل هو القلب، أي محل نظر الله عز وجل القلب. فقلب فيه غل أو حقد أو حسد أو كبر أو استعلاء، القلب لن يقذف الله به نورا أبدا، لن يتجلى عليه أبدا، لن يتحف صاحبه أبدا، لن يتحف صاحبه بمعرفة شراقية أبدا. طهر قلبك ليكون بيت الرب، طهر قلبك ليكون أهلا أن يقذف الله به نورا. الشرط الثالث هو البدن الزكي، أي أن يكون جسدك قد غذي بالحلال، قد غذي بالحلال، وما أكل مالا حراما قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فمن كان مأكله حرام وملبسه من حرام فأنى يستجاب له، مهما دعا الله مهما دعا الله سيكون هناك حجاب وبين الله، ولن يستجاب له، ولن يقذف الله في قلبه نور البصيرة. الشرط الرابع لتحصيل البصيرة هو مجاهدة النفس والهوى. الإمام الغزالي يقول: جاهد تشاهد. المجاهدة هي غض بصر وضبط لسان وضبط جوارح وتقرب إلى الله واتصال به، وتريد علما يكون في قلبك نورا، تريد علما تشعر معه أنك أسعد الناس، وقد تكون أقل مالا وقد تكون أقل جاها، تريد اتصالا بالله. الاتصال ليس ثمنه المعلومات، الاتصال ثمنه الاستقامة والمجاهدة. جاهد تشاهد. من أراد الوصول إلى الله فليطعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشرط الخامس هو رياضة خالصة لله عز وجل. والرياضة تعني هنا تدريبات شاقة من ذكر الله عز وجل، من صلاة النوافل، من قيام الليل، من تلاوة القرآن، من خدمة الخلق. هذه بعض علماء القلوب الرياضة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه. هل تعرف ماذا يعني أن يكون الله عز وجل هو بصرك وسمعك الذي تسمع به؟ الثمن لذلك رياضة خالصة لله عز وجل، أي أن تصلي قيام الليل سرا،
لا ليعرف الناس أنك صليت قيام الليل أن تتصدق إلى الفقراء دون أن تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، لا ليعرف الناس أنك إلى فلان. الرياضة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وبعد أن تكون أن تقوم بكل ذلك من القلب الطاهر والبدن الزكي والمجاهدة والهمة العالية، عندئذ أصغ السمع جيدا، عند يسمعك الله عز سيسمعك الله عز وجل ما لا يسمع الآخرين، ويريك ما لا يري الآخرين. بالبصيرة ستعرف كيف ترتب قطع الفسيفساء التي تتكون منها أحاديث آخر الزمان ترتيبا منطقيا صحيحا، كي تتشكل لديك الملامح الرئيسية للصورة والرسائل المشفرة، وتفك شفرتها، أي أن تميز بين العبارات الصريحة وتلك المنطوقة بلغة رمزية أو مشفرة. وستعرف كيف تسبر الأغوار العميقة لكلمات وعبارات النبي الذي أوتي جوامع الكلم، وستعرف كذلك وكيف تستخدم ومعرفتك الموسوعية العامة في خدمة أحاديث آخر الزمان. أعيد قراءة المقال مع المقالات الخمسة التي سبقته بالتسلسل قبل أن تنتقل في المنشور الختامي القادم إلى إجراء تطبيقي عملي بسيط على كل ما رأيتموه وعلى كل ما قرأتموه. تابع نفس المنهجية في المقالات القادمة من سلسلة عمر الأمة في أربع مراحل وأربع فتن. سنتدرب سوية على هذه المنهجية معا الجواهر الثمينة من بحر العلم النبوي، واكتشف معا كيف يكون العلم ممتعا. وبعدها نستطيع أن وبعدها تستطيع أن تزور المسجد النبوي الشريف وتقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أنا أفهمك الآن يا حبيبي، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، أديت الأمانة ونصحت الأمة، جاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل، ولا تنسى أن تخبر سيدي الرسول عليه الصلاة والسلام أني أحبه. المقال السابع والختام العملي في سلسلة كيف نفهم النبي في آخر الزمان بعنوان تطبيق عن متى سيبايع المهدي بالضبط. الله نبدأ. يقول الكاتب المبارك: تحدثت في المقالات الست السابقة عن الشروط الثلاثة التي يجب أن تتمتع بها لكي تفهم النبي في آخر الزمان. 1- ثقافة موسوعية عامة ولا سيما في علوم الحديث واللغة العربية والتاريخ والعلوم. 2- منهجية صحيحة في البحث تعتمد على أمرين: نظرية شاملة في جميع النصوص المقدسة، والثاني رصد الرسائل المشفرة في الأحاديث وفك شفرتها بالبصيرة. البصيرة للتمييز بين العبارات الصريحة التي تؤخذ بمعناها الحرفي والعبارات المنطوقة بلغة رمزية أو مشفرة، لسبر الأغوار العميقة لكلمات النبي الذي أوتي جوامع الكلم. وقلت لكم إن أحاديث الزمان هي كقطع الفسيفساء، فكل حديث في موضوع معين يرسم جزءا من الصورة، ورتبوا الأجزاء مع بعضها بطريقة منطقية مستفيدين من ثقافتكم الموسوعية كي ترتسم لكم الصورة الكاملة، ولا تهملوا أي حديث أو أي أثر طالما كان منسجما مع النظام المعنى أو الحبل المنطقي المحوري الذي يربط قطع الصورة، لأن ما وصلنا هو أصلا ليس إلا النذر اليسير مما أخبر به الرسول فعليا. لذلك تعاملوا مع أي أثر وكأنكم تتعاملون مع النادرة. فالحبل المنطقي يجب أن يتشكل في البداية من صحيح السنة، وثم تأتي بقية الأحاديث التي تتناقض مع هذا الحبل المنطقي أو نظام المعنى الذي ستشكل سابقا، لتضيف تفاصيل صغيرة أو رتوش بعد ذلك انتقلوا لرصد وتمييز الرسائل المشفرة العابرة للأجيال وفك شفرتها كي تكتمل كل تفاصيل الصورة. وقلت لكم إن المواضيع المناسبة للتنقيب عن الرسائل المشفرة في أحد آخر الزمان هي تلك المتعلقة بالتكتيك
الإمكانات العسكرية والخطط الاستراتيجية للملاحم المستقبلية وأسماء الشخصيات الرئيسية في أحداث آخر الزمان، إضافة للتقدم التكنولوجي المستقبلي الذي لم يكن موجودا في زمن الصحابة. سنطبق الآن هذه المنهجية علميا من أجل الوصول للإجابة على سؤال بحث والذي سترسم ملامح صورته الرئيسية ثلاثة فقط: متى سيبايع المهدي الحقيقي بالضبط؟ الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولا يستحل البيت إلا أهله، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإن استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا ثلاثة مشاهد متعاقبة. المشهد الأول: رجل مجهول يبايع لرجل، ماشي المهدي يبايع لرجل، رجل مجهول يبايع له في الحرم المكي ما بين الركن والمقام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال رجل بصيغة التنكير، ولم ينا ذاك الرجل أو يسميه أو يصفه لنا، هل هو المهدي الذي طالما ذكره في أحاديث كثيرة أخرى ووصف له ونسبه، أم هو عبد الله بن الزبير الذي لاذ بالحرم في مطلع العهد الأموي وحكة والحجاز لعدة سنوات، أم هو رجل آخر؟ لتنتظر قليلا. المشهد الثاني: استحلال الحرم قبل أهله، أي ستحدث في البيت خلال هذه البيعة أمور منكرة وسفك للدماء تنتهي قدسية هذا المكان الطاهر، ومن سيقوم بهذه الأمور هم مسلمون من أهل بلاد الحرمين وليس غزاة من الخارج. المشهد الثالث: فلا تسأل عن هلكة العرب، بعد هذه الحادثة ستكون هلكة العرب قد اقتربت كثيرا وصار قاب قوسين أو أدنى. ماذا تحقق إلى الآن من المشاهد الثلاثة السابقة؟ المشهد الأول: مع بزوغ فجر اليوم الأول من محرم، أي في رأس السنة الهجرية وبدء القرن الهجري الجديد عام 1400 هجرية الموافق 21 نوفمبر تشرين الثاني 1979 ميلادي، دخل كل من محمد بن عبد الله القحطاني ونسيبه جهيمان العتيبي مع أكثر من آخر من جماعتهم إلى الحرم المكي، يحملون نعوشا مليئة بالأسلحة الخفيفة والذخائر، وما أن انفضت صلاة الفجر حتى قام جهيمان وصهره أمام المصين في المسجد الحرام ليعلنوا للناس نبأ ظهور المهدي المنتظر وفراره من أعدائه واعتصام المسجد الحرام. يؤمن المسلمون من أهل السنة والجماعة بقدوم مجدد للدين كل 100 عام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي دينها، كما يؤمن أتباع السنة والجماعة بقدوم المهدي المنتظر والذي سيكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه على الأغلب محمد، واسم أبيه علي، واسم أبيه على الأغلب عبد الله كما في الروايات، ويلوذ المهدي بالمسجد الحرام هربا من أعداء الله. في أواخر العام 1399 أخبر محمد ابن عبد الله القحطاني نسيبه جهيمان العتيبي بأنه رأى في منامه أنه هو المهدي المنتظر، وأنه سوف يحرر الجزيرة العربية والعالم كله من الظالمين. محمد بن عبد الله القحطاني هو من دعاة الإصلاح، وهو وجهيمان من طلاب الشيخ ابن باز، وهو أيضا يعود نسبه إلى بيت النبوة، ومن حيث الشكل هو قريب من الصفات المتخيلة لشكل المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجل الجبهة وأقف. هنا بدأت أطراف المعادلة تكتمل في ذهن جهيمان الذي كان ضابطا في الحرس السعودي. اقتراب حلول القرن الهجري الجديد وكثرة الجور والفساد وصهر يسمى محمد بن عبد الله، ولم يكن ينقص المعادلة إلا إليه المهدي المنتظر. جهيمان يفكر بنفس منطق نظرية القميص مسبق الصنع في تحقيق النبوءة الإسلامية، وهو نطق الذي يتبعه حاليا اليهود الصهاينة لتسريع ظهور مسيحهم الدجال.
والمسيحيون البروتستانت الداعمين لإسرائيل لتسريع عودة يسوع، والشيعة الذين يحفرون الأنفاق تحت حرستا لتعجيل فرج المهدي من سردابه، بل حتى داعش أو الدولة الإسلامية تعتمد أحيانا على سياسة القميص مسبق الصنع أو مسبق الصنع في فرض جدولهم الزمني على حركة القدر والتاريخ واستفزاز العربي للنزول في دابق. قدم جهيمان صهره محمد بن عبد الله القحطاني بأنه المهدي المنتظر ومجدد هذا الدين في ذات من بداية القرن الهجري الجديد، وقام وأتباعه بمبايعة هذا، وطلبوا من جموعنا مبايعته، وتمت البيعة ما بين الركن والمقام. ورغم أن الرجل المبايع لم يكن هو الحقيقي، لكن ما يهمنا هنا أن المشهد الأول من الحديث قد وقع. المشهد الثاني: تدخلت قوات الأمن السعودية وحاصرت الحرم 3 أيام، ثم جرى اقتحام للحرم وحدث اشتباك بالأسلحة النارية، وأكت الدماء، وقتل الرجل المبايع محمد بن عبد الله، وقتل كذلك كثير من الناس الأبرياء الذين تصادف وجودهم وقت الحادثة. أنا كان جدي موجود في الوقت ده. وبعد مقتل المهدي المزعوم انهارت معنويات عناصر جماعة جهيمان، انتهت عملية احتلال الحرم بعد 16 يوما. وفي 16 محرم 1400 تمكنت القوات السعودية بعناصر من الجيش الأردني وخبراء فرنسيين من اقتحام الحرم والقبض على جهيمان وإعدامه بقطع الرأس، استحلال الحرم من قبل أهله. وتحقق المشهد الثاني من الحديث أيضا. المشهد الثالث: لا تسأل عن هلكة العرب. بعد هذه الحادثة تكون هلكة العرب قد اقتربت كثيرا وصارت قاب قوسين أو أدنى، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا إشارة لتحديد زمن هذه الحادثة أو البيعة التي سيستحل فيها البيت الحرام من قبل أهله، أو البيعة الذي سيستحل فيها البيت الحرام من قبل أهله، ويخبرنا بشكل عام مباشر أن تلك الحادثة ستتزامن مع العصر الذي يكثر فيه الخبث ويؤدي إلى هلاك العرب حتى لو كان فيهم الصالحون، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن زينب بنت جحش رضي عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، عرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعمل حلقة بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. أدي العملة معدنية يعني. قلت: يا رسول الله، أنهلك والصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبالفعل بعد هذه الحادثة شهد العالم الإسلامي انحدارا متسارعا على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والأخلاقية، وكأن العرب صاروا جاهزين لتلقي الضربة الأولى من هلاك أصال، وستكون الضربة الأخيرة قبل خروج الدجال. عندئذ سيكون العرب قليل. وفي جملة: فلا تسأل عن هلكة العرب، هناك وفي جملة فلا تسأل عن هلكة العرب هناك إشارة غير مباشرة أيضا إلى أن هذا العائد المبايع قبل حدوث هلكة العرب ليس هو المهدي الحقيقي، لأن هناك أحاديث أخرى وآثار تشير إلى أن مبايعة المهدي الحقيقي تحدث بعد هلكة العرب وليس قبلها. ففي أثر مرفوع عن سيدنا علي أن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث. الأثر موجود في عقد الدرر، وأخرجه المقري أخرجه المقري في سننه ونعيم بن حماد في الفتن. لنستمع الآن إلى حديث آخر ضمن منهجية النظرة البانورامية الشاملة كي تتضح لك. الحديث الثاني رواه مسلم في صحيحه ورقمه 2883. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيعود بهذا البيت يعني مكة قوم ليس لهم منعة ولا عدة، يبعثهم بجيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وفي هذا الحديث يرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدين اثنين. المشهد الأول هو بيعة تتم في بيت الحرام، لكن العائذون بالبيت
هذه المرة ليسوا مسلحين، إنما هم أناس عزل ليس نعة ولا عدة. وهذه أيضا نصيحة نبوية عابرة للأجيال يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم المبايعين للمهدي الحقيقي، ألا يدخلوا معهم أسلحة للحرب، يكونوا بلا عدة ولا سلاح عند المبايعة، حتى تكون بيعة سلمية وصحيحة، وألا يتبعوا نظرية القميص مسبق الصنع فيما يتعلق بالوحي والنبوءات، حتى لا تتكرر مأساة محمد بن عبد الله القحطاني السابق ذكره، لأن الله كفيل لوحده أن يحقق وعده، وهو وحده من يحدد التوقيت، وهو وحده من يملك القدر. المشهد الثاني: الرسول يخبرنا أن هؤلاء العائذين العزل من السلاح سيتم غزوه لجيش كبير، لكن الله سبحانه وتعالى سيخسف بهذا الجيش قبل أن يتمكن من الوصول إلى مكة، ولن يقتل الرجل المبايع كالمرة السابقة لأنه هو المهدي. وهنا روايتان على الجهة التي ستأتي منها الجيش الذي سيحارب المهدي في مكة. واحدة تقول أن الجيش سيأتي من الشام أشهر والأقوى، والثانية تقول أنه جيش من المشرق أو من الشرق. ولننتقل الآن لحديث ثالث كي يكمل لنا الصورة ونعرف متى ستتم بيعة المهدي الحقيقي بالضبط، وهو في الواقع مرفوع، وقد تفرد في روايته نعيم بن حماد في كتاب الفتن، وهو ذو سند حسن. أن سلسلة الرواة انقطعت عند مستوى الصحابة، الحديث الثالث أو الأثر يقول: سيعود بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخبأ. وهذا الأثر يقدم لنا أربع مشاهد متعاقبة. المشهد الأول: رجل يعود بمكة فيقتل بالكي، وقد حدث هذا عام 1979 كما سبق وذكرنا في حادثة جهيمان، وقتل العائذ الأول محمد الله القحطاني، وتحقق هذا المشهد في الزمن الماضي القريب. المشهد الثاني: يمكث الناس برهة من دهرهم، ونحن الآن نعيش في هذا المشهد في الزمن الحاضر. المشهد الثالث: ثم يعود عائذ آخر بالحرم المكي، لم يتحقق هذا المشهد. المشهد الرابع: فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه للأفراد في العالم الإسلامي ولقوات الأمن داخل الحرم وخارجه وعناصر مكافحة الشغب. فكل الذين سيدركون هذا الحدث يوصون بعدم اقتحام الحرم وعدم الانضمام للجيش الغازي القادم من الشرق. وفي كل الأحوال أيا كانت الجهة التي سيأتي منها ذلك الجيش فسيخسف الله بهم. والخسف هو أكبر العلامات التي ينتظرها عوام الأمة ليتأكدوا أن هذا الآخر هو المهدي والذي سيؤيده الله عز وجل بنصره، ولن يهزم مهما حاولت وسائل الإعلام أن تشوه صورته أو تعتم على خبر الخسف. ولكي نعرف في أي عام سيظهر المهدي بالضبط علينا أن نركز على المشهد الثاني في هذا الحديث، ففيه كلمة السر: يمكث الناس برهة من دهرهم، كم يبلغ طول البرهة من دهر الناس بمقياس السنين؟ فكروا قليلا قبل أن أعطيكم الجواب. لكن هذا الأثر لنتأكد من مصداقيته وأنه حرفيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، وليس مجرد نقل للمعنى فقط به أحد الصحابة. نريد أن نتأكد أنه لفظ النبي وليس لفظ الراوي. فهذا الأثر ذو سند حسن، وهو أيضا محقق وصحيح تاريخيا، ولكن هذان العاملان يعني لوحدهما كي نأخذ به ضمن منهجية النظرة البانورامية الشاملة التي نتبعها، أن ينسجم مع الحبل المنطقي الذي تشكل من الأحاديث الصحيحة السابقة.
وكي نأخذ به يجب أن نتأكد أيضا أنه تنطبع عليه البصمة البيانية للنبي الذي لا ينطق عن الهوى، وأنه صنع في معامل النبي العربي اللغوية بختم موتي جوامع الكلم، ويستوفي معايير البلاغة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لنقرأ مرة أخرى هذا الأثر: سيعود بمكة عائد فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائد إن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. ولنسأل أنفسنا الآن، هل هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيعود بمكة عائد، دخول مباشر إلى الهدف، قمة البلاغة. لو حذفت حرفا تلف المعنى، لو قدمت كلمة عائد على كلمة بمكة لاختلف المعنى. قلت فرضا سيعود عائد بمكة بدلا من سيعود بمكة عائد، سيختلف المعنى، لأن الغاية هي مكة وليس مكان، فلا أهمية لأي عائد. فالعنصر المفقود من معادلة جهيمان الذي يطبق نظرية القميص مسبق الصنع هو مكة. من أجل ذلك جاء تقديم الجار والمجرور على الفاعل عائد، كما أن لو استخدم كلمة أخرى غير اسم الفاعل عائد أيضا لاختلف المعنى. سيتغير المعنى لو استخدمت مثلا صيغة المبالغة من اسم الفاعل مثل عواد أو على وزن فعال، أو معواز على وزن مفعال أو غيرها، لأن العائد بمكة سيعود لمرة واحدة فقط راغبا في ذلك وقاصدا مكة، وهذه المعاني لا يعطيها إلا وزن فاعل أي عائد. ولو استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عائد من الكلمات كلمة غير عائد من الكلمات المرادفة أو الكلمات القريبة من المعنى مثل لاجئ أو هارب أو فار، مستنجد، لائذ أو غيرها أيضا لما تحقق المعنى المراد، لأنه سواء القحطاني أو المهدي فإنهما سيعودان بالحرم، والعوذ هو التوجه إلى غاية، والعوذ هو التوجه إلى غاية لتحقيق أمر ما، وللتحصين من ردة فعل أو خطر متوقع سيكون، ويعتقد الفاعل أنه لن يحققها ولن يتمكن من التحصين من ردة الفعل إلا فيها. لذا فإن عبد الله بن الزبير لم يكن عائدا أبدا بالحرم، لأنه كان هاربا لائذا ومستنجدا، كان هاربا من ملاحقيه لائذا بالحرم ومستنجدا بالله تعالى وبحرمة بيته الحرام، وهو لم يكن غريبا عن مكة، بل إن حكمه فيها استمر سنوات، وهذا بخلاف العائد الأول والثاني. فكلمة فيقتل قمة الاختصار والإيجاز مع تعبير، فالعائد الأول سيقتل سريعا بعد أن يعود بمكة. استخدم الرسول حرف العطف الفاء للإشارة أن العائد الأول سيقتل سريعا، وقد حدث هذا في حادثة القحطاني فقط الذي قتل بعد أيام. أما عبد الله بن الزبير الذي هو أصلا فلم يقله الحجاج إلا بعد أن استمر حكمه في الحجاز لعدة سنوات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس، حرف العطف ثم هنا هو للإشارة للتراخي في الزمن، فالناس بعد قتل العائد الأول سينتظرون مدة زمنية ليست بالقصيرة. واستخدام الفعل يمكث وليس يلبث أو يبقى أو يظل أو يستمر أو ينتظر أو غيرها هو إشارة إلى أنهم سيستمرون يرتقبون ينتظرون حدوث أمر مرغوب، وفيه إيحاء أن الناس يأملون حدوث الأمر راغبين التخلص من تسلط الحكم الجبري. كما أنه لم يقدم كلمة الناس على الفعل يمكث، أي لم يقل ثم الناس يمكث، بل قال ثم يمكث الناس، وهذا فيه تركيز على مكث الناس وليس على الناس أنفسهم، كما ذكر الناس بالتعريف ولم يقل ناس بدون التعريف أو أناس، وهذا دليل على أن رغبة الناس في الخلاق انغرست لدى الجميع. وهذا يؤكده أيضا عدم استخدام كلمات مثل قوم أو جماعة أو أمة أو غيرها، بل أي جميع بني آدم، وفيه إشارة إلى أن الأرض امتلأت ظلما وجورا والجميع يتوقون إلى الخلاص.
قوله صلى الله عليه وسلم برهة من دهرهم، البرهة هي فترة زمنية أو حين من الدهر فيه دليل أو برهان حدوث تغيير، وبما أنها مرتبطة هنا بالناس لذا فهي تعني الجيل أو البرهان لحدوث تغيير جوهري في الناس، لذا فإن البرهة من دهر الناس تعدل 40 عاما، ولأن نكرة دون التعريف حيث قال يمكث الناس برهة، يمكث الناس البرهة من دهرهم، فهذا إشارة إلى أنها غير مكتملة، أي لم قد تكون أقل بقليل من 40 عاما، حوالي 39 أو أقل من ذلك بعام، ولأنه قال من دهرهم ولم يقل يمكث الناس برهة من الدهر، فهذا دليل على أن بعض الناس الذين كانت زمن العائذ الأول ستدرك العائذ الآخر في حياتها. ثم يعود آخر حرف العطف، ثم هنا يعود إلى العائذ الأول، أي المعنى هو بمكة عائذ فيقتل ثم يعود آخر، أي أن بين العائذين فترة زمنية ليست بالقصيرة السنين. ولم يكررها هنا كلمة العائذ الدالة على الفاعل، قال ثم يعود آخر بدل أن ثم يعود عائذ آخر، وهذه تعني أن كلا العائذين بدعوى واحدة ورسالة واحدة متشابهة ظاهريا، لذا اكتفي عنه بضمير الفاعل المستتر، كما أنه لم يكرر مع العائذ الآخر كلمة بمكة، وهذا يعني أن الأول عاذ دون هداية ربانية ودون توكل فيه، فهو عاذ بمكة يقصد المسجد الحرام لا يقصد الكعبة، أي بيت الله الحرام، إنما يقصد أن تكتمل معه كل عناصر المعادلة، وهو يسير حسب نظرية القميص مسبق الصنع، لذا فإن أسلوب العائذ الأول هو أسلوب بعيد عن الحكمة ويستند أمور المادية كحشد الأعوان وتجهيز السلاح ومحاولة إجبار الناس على التأييد، أما العائذ الثاني الآخر فسيعود قاصدا بيت الله الحرام الموجود بداخل مكة ولا يقصد مدينة مكة بذاتها، فلن يحمل السلاح ولن يلغى أحدا ولا الأعوان قبل العوذ، بل سيبايع مكرها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أدركته فإن أدركته فيه إشارة لطيفة إلى أن الذي يخبر بذلك الحديث لن يدرك أمر العائذ الآخر بل ومن سيليه من أجيال كذلك، ولكن لابد أن هناك جيلا ممن سينقل لهم هذا الخبر وهذا الحديث هم سيشهدونه ويدركونه، لأنه قال فلا تغزون، إذا أدركت أمر العائذ الثاني ستشهد جيشا غازيا يريد القضاء على هذا الإرهابي بن قصين، وسيتم دعوة المسلمين للالتحاق به عبر الإعلام ومفتي السلطان، وهنا إشارة إلى أن الجيش سيأتيه من مكان بعيد وليس من داخل مكة، وسيتم الإعداد له جيدا، فهو يقصد الغزو، فاحذر أن تكون من بينهم، لأن هذا الجيش هو الجيش الذي سيخسف به الأرض. فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف، استخدم الضمير المتصل الهاء 3 مرات في هذه الجملة، فهو في قمة الكلم وفصل الخطاب، فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف، الهاء الأولى في كلمة أدركته هي للزمن الذي ستتبعه، والهاء الثانية في كلمة تغزونه هي للعائذ، والهاء الثالثة في كلمة فإنه هي لغزاة العائذ، كل هاء هنا تعود على المعرف الأخير قبلها في جزالة وفصاحة تشع منها بصمة من أوتي جوامع الكلم، أي إن أدركت زمن بيعة العائذ الثاني فلا تنضم للجيش الغازي لذلك العائذ الثاني، فإن الجيش هذا هو جيش لكن متى تدرك ذلك الزمن الذي ستحدث فيه بيعة العائذ الثاني؟ الجواب كما قلت لكم يكمن في جملة يم كرهة من دهرهم، فيها رأس الخيط لمعرفة عام الظهور، الحادثة الأولى هي حدثت عام 1979، الثانية ستحدث بعد مرهة من الدهر، أي بعد 39 أو 40 سنة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا به يختم له زمانا من عمره يعمل صالحا لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا.
وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، رواه البيهقي. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظة البرهة من الدهر كقطعة طويلة من عمر الإنسان يكون فيها عمله الذي هو مكلف به، وهذا هو مكلف به، وهذا يقرب لنا أكثر مفهوم لفظ البرهة. فسن التكليف يبدأ بالرشد، والرشد يبدأ ما بين 14 سنة أو 18 سنة، ومتوسط عمر الإنسان من أمة محمد 63 سنة، وهو عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البرهة من دهر الإنسان في هذا الحديث تشير إلى مدة زمنية أقل بقليل من 63 ناقص 18، أي أقل من 45 سنة. والرأي الأشهر أن البرهة من دهر الإنسان هي تعادل جيل، والجيل يعادل 40 سنة. المهم يعني هو في الاخر قالك ان هو هيظهر في سنة 1900 قصدي 2018 او 2019 بالميلادي، او بالهجري 1439 1440، لان نضطر ان احنا نقول كده بس. والحمد لله رب العالمين. 2017 2000 حدود دي، او 2439 هجري 1440. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسالكم دعاء.